اي شيء راح ادوس لك على الوتر. دكتور بدر اوكي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية تقبل الله أعمالكم في هذا الشهر الفضيل، وأسأل الله العلي القدير أن يزيل هذه الغمة عن الأمة وأن تعود الحياة لطبيعتها، ونفرح بمشاهدتكم جميعا أجمعين. في البداية أحب أتقدم جزيل الشكر وعظيم الامتنان للتميز بدعوتهم لي أني أكون اليوم رئيس للجلسة، وأنا أحد الداعمين والجنود المخلصين للتميز. التميز استطاعت لله الحمد في فترة وجيزة استقطاب الخبراء والعلماء والمتخصصين في مجال الرياضة، وطرح كثير من القضايا اللي تساعد في تطوير الرياضة العربية. وهذا يعني الشيء إن كان يدل على اهتمام الأخوة القائمين على التميز بإيصال كل الأصوات الداعية إلى التطوير في كافة الوطن العربي. أنا حقيقة يعني أقف اليوم أمامكم كل أمل أن نتحقق هذه الجلسة، الهدف الأساسي لها اللي هي راح يكون عنوانها تطبيقات التسويق الجديد في المجال الرياضي. ومعانا نخبة من الخبراء والمتخصصين والأساتذة الأكاديميين في هذا المجال من كل أرجاء الوطن العربي. واليوم إن شاء الله أن نرجو في نهاية هذه الجلسة أن نكون وصلنا إلى الأهداف اللي نسعى في نشرها إلى أرجاء الوطن العربي، المؤسساتنا الرياضية، إلى أنديتنا الرياضية، إلى كل الهيئات الرياضية، بحيث أن يكون هناك في فائدة علمية للجميع. بسم الله نبدأ اليوم مع ضيفنا الدكتور عامر الشعار، أستاذ الإدارة الرياضية المشارك في كلية علوم الرياضة بالجامعة الأردنية، وأيضا يعمل مساعد عميد لشؤون الطلبة، وأيضا معد لكثير من البرامج الرياضية، خصوصا برنامج النوافذ الرياضية. تفضل أستاذ الدكتور عامر، معاك تقريبا 20 دقيقة ليت بس توجز فيها، وكلنا آذان صاغية. تفضل، مشكورا وليس مأمورا. المايك عندك دكتور عامر لو سمحت. دكتور عامر يا ليت المايك عندك ميوت الآن، يا ليت تفتح المايك وتتفضل. أشكرك دكتور بدر، وأشكر المركز على هذه الاستضافة اللي حقيقة نعتز فيها، ونتمنى إن شاء الله أنها تستديم بشكل دائم لتعود بالنفع والفائدة على الجميع. والموضوع اللي بنطرقه اليوم صحيح موضوع كبير جدا، بحكم معرفتكم الرياضة اليوم ليست ظاهرة استثنائية وليست ظاهرة محصورة في مجال معين. الرياضة اليوم هي عبارة عن حضور هائل على المستوى العالمي في كل المجالات، تداخلاتها أكبر من أنه نحصرها في دقائق معدودة، ولكن إحنا نتحدث عن جزئية بسيطة اللي في المجال الرياضي اللي هي التسويق الرياضي، وجزء من هذه الجزئية أيضا اللي هي التسويق الرقمي اللي اليوم في وقتنا الحاضر كلياتنا بنعيش حالة رقمية في كل العالم، فبالتالي أصبح الأمر ليس أوبشن، ليس خيار، وأصبح يعني يجب أن نتماشى مع هذا الوضع اللي بنعيشه في وقتنا الحاضر إذا أردنا أن نتقدم ونتطور.
أدروايز الإنسان الذي لا يتماشى مع الواقع الحالي سينقرض حتما، سيؤول إلى الزوال. فبالتالي إحنا مطلوب اليوم في مجالنا اللي إحنا متخصصين فيه أنه نقدم ما يعود على التطوير المنشود، فنتأمل أنه نحقق جزء من هذا الموضوع. قبل ما نتحدث عن تحديدا، ثواني لو سمحت، قبل ما نتحدث عن التسويق الرياضي لازم نشير إلى حقيقتين مؤكدات، إنه الرياضة اليوم صناعة، فبالتالي من وين تتأتى هاي المعلومة؟ إذا اليوم إحنا بنتحدث عن الرياضة، تخيل حجم المؤسسات والأطراف المشاركين في المجال الرياضي. فإحنا بنحكي عن السبورت فينيوز، عن الجيمنازيومز، عن كلوبز تيمز، عن الاتحادات الرياضية، عن اللاعبين نفسهم اللي هم جزء من المنتج الرياضي، عن الملابس الرياضية والأحذية الرياضية، نحكي عن السلع، نحكي عن الاتحادات والرياضية، وعن حدث بحجم الأولمبيك جيمز أو الألعاب الأولمبية والأحداث الكبرى اللي بتصير على مستوى العالم. والأمر لا يقتصر فقط حقيقة على هذه الأمور، في عنا الأجهزة الحكومية اللي بتعنى بالرياضة، سواء كانت وزارات الشباب أو المديريات التابعة إلها أو الأجهزة، أي أجهزة تهتم بالشأن الرياضي والشبابي. نتحدث أيضاً عن الإعلام اللي هو كان سبب رئيسي من أسباب ثورة التسويق الرياضي. والصحيح اليوم إحنا نتحدث عن أكبر مدخول في المجال الرياضي من خلال حقوق البث للقنوات الرياضية، وهذا المجال مجال هائل جدا. نتحدث عن التعليم أيضا، اليوم نحكي عن جامعات مدرس رياضة، بنحكي عن أكاديميات، بنحكي عن مراكز، بنحكي عن كل المجال اللي فيه مجال للتعليم، نحكي عن مدربين، نحكي عن حكام إلى آخره، نحكي عن الباحثين أيضا في نفس الوقت اللي بيعملوا في المجال الرياضي، نحكي عن شركات الإنشاءات اللي إلها دور كبير كمان في المجال الرياضي، وبنحكي عن الرعاية. تخيل كل هذا الحجم الكبير، وبذات الوقت نحكي عن جيش هائل من المتطوعين اللي دائما يكون لهم حضور في كل المحافل الرياضية. فبالتالي تخيل الحجم الكبير اللي في مجال الرياضة بتلعبه في دور كبير. يعني إذا بنحكي عن 756 مليون بتقديرات الشركات ومراكز الأبحاث اللي بتعمل التقديرات، 756 مليار تقريباً بال2019 كان حجم الدخل العالمي من الرياضة. هذا متأتي من شغلات كثيرة، هو البث الرياضي، متأتي من الرعاية ومن الشركات الإنشاءات اللي بتساهم في إنشاء، متأتي من السلع الرياضية اللي بيقدمها، ومن الإيفنتس نفسها أو الأحداث الرياضية وإلى آخره. فهذا 756 مليار دولار، حجم كبير من صناعة الرياضة في العالم، متوقع أن يصل إلى 614 في مراكز أخرى في 2022، متوقع أن يصل الرقم إلى 614 مليار على المستوى العالمي. إذا أخذنا دبي كمثال، بال2020 أو ال2019 كان حجم ما أنفق على الرياضة والأشياء المتعلقة بالرياضة قرابة المليار و800 مليون دولار أمريكي، وهذا رقم هائل جداً، بيحكي عن حجم التوظيف اللي بنوظف فيه الناس، بيحكي عن الفعاليات الرياضية اللي صارت، بيحكي عن الدخل المباشر اللي تأتى من خلال الرياضة والفعاليات الرياضية والأنشطة الرياضية وصناعة الرياضة. يعني 670 مليون دبي دخل عليها دخل من خلال الرياضة، وهذا رقم كبير وإشي ممتاز ومحفز. يعني بنأخذها كمثال. طبعاً طبيعة الحال لا يمكن القفز هنا عن التجربة القطرية في استضافة كأس العالم، واللي كانت راح تكون نقلة نوعية أيضاً في المنطقة ولقطر بحد ذاتها. نتمنى لهم التوفيق، وكلنا ثقة أنه راح تظهر الأمور بالشكل المناسب إن شاء الله. إذن هذا
هذه الأرقام تعكس حجم الكبير اللي نتحدث فيه عن المدخولات الرياضية. لكن في عندنا شيء ثاني اللي هو المتعلق بالسلوك الاجتماعي، واللي هو جزء من سلوك المستهلك، جزء من سلوك المستهلك. اليوم جميعنا بدون استثناء نتأثر بالمؤثرات الخارجية، وبعرف زملائي لما نتحدث عن البيئة الخارجية والبيئة الداخلية في عمليات البحث التسويقي، فجميعنا متأثرين بطريقة أو بأخرى بالمؤثرات الخارجية. ما هو أهم وأحدث مؤثر اليوم غير سلوكياتنا على الإطلاق؟ أكيد التكنولوجيا. التكنولوجيا من عام 2008 تقريباً لما بلشت اللي هي الموبايلات السمارت ديفايسز أو الهواتف الذكية، أصبح سلوك الناس مختلف كلياً. اليوم إذا إحنا وياكم اليوم عم نحضر هاي الندوة، كان لازم نسافر ونجي وإلى آخره. اليوم ببساطة جداً إحنا عم نستخدم تطبيقات ونقيم هذه الندوة. فإذا غيرت في سلوكياتنا جميعاً، وتحديداً التكنولوجيا عم بتغير في فهم الناس وفي سلوكهم. لما إحنا نتحدث تحديداً عن المستهلك اليوم إحنا نتعامل معه من خلال هذه التطبيقات ومن خلال هذه التكنولوجيا. إذا أي شخص بده يصر على أنه لا يستخدم هذه التطبيقات وهذه التكنولوجيا والثورة الرقمية اللي بتصير في عالمنا الحاضر، أكيد راح يظل في مكانه وراح يقول إلى أنه ينقرض ويختفي. فبالتالي الصحيح اليوم بدنا نتحدث عن كم يعني تؤثر في حياتنا التكنولوجيا، كم تؤثر، إلى أي مدى صار عنا تأثر في التكنولوجيا. بدنا نأخذ أرقام يعني تفاجأ أنه أرقام فلكية. هذه الأرقام تتحدث عن واقع الحالي اللي نعيشه في العالم. قبل ما ندخل لهذه الأرقام بدنا نأخذ بعض الأرقام اللي بتحكي أنه عدد سكان العالم هذه المعمورة يقرب من 8 مليار شخص، 50% تقريباً منهم ذكور و50 إناث. وبالمناسبة هاي هو البحث، يعني لما نحكي عن البحث التسويقي يجب أن يكون لديك معلومات، المعلومات هاي يجب أن تكون دقيقة بحيث تستطيع أن تعرف مع من تتعامل، كم عدد الأشخاص، من هم من حيث التوزيع الديموغرافي إلى آخره. فبالتالي إحنا نتحدث عن عدد سكان العالم الذي يقرب من 8 مليار، مثل ما حكينا 50% منهم ذكور. النمو السكاني بيزيد بتقريباً 1.1%، وهذا الرقم اللي هو 8 مليار راح تتفاجأ أنه اليوم في هذا العالم 60% تقريباً من الناس بيستخدموا اللي هو شبكة النت، 60% اللي عددهم تقريباً 4.5 مليار شخص. 4.5 مليار شخص، هذا الرقم يعتبر كبير يعني نسبياً، ولكن ما زالت الفرصة قائمة لأن يزداد الرقم. فبالتالي شركات الاتصال وشبكات النت وكلها ما زالت تعمل على البقية اللي هم 40% لتصل التغطية إلى 100%. النمو كل سنة بيزيد بنسبة 7%، نسبة الناس اللي بيزيدوا اللي هم 4.5 مليار شخص بيزيدوا بنسبة 7%. كم يقضي الناس من وقتهم على الأجهزة الذكية وعلى استخدام النت بشكل عام؟ بيقضوا قرابة السبع ساعات، يعني من ساعات الصحو. إذا افترضنا أنه ساعات النوم 8 ساعات، فبالتالي نصف وقتنا اللي هم 7 ساعات من 14 نقضي على التواصل أو استخدام شبكة النت. مثل ما حكينا أنه النمو السكاني يقارب 1.1%، لكن الغريب أنه النمو التكنولوجيا والهواتف واستخدام الهواتف يصل إلى 2.4، يعني بمعنى أنه عدد السكان يزيد 1.1 لكن عدد الهواتف يزيد إلى 2.4 كل سنة. 7% الزيادة السنوية تقريباً اللي هي قرابة 300 مليون شخص،
قرابة 300 مليون شخص زيادة سنوية في استخدام الهاتف. الأرقام هاي يعني إحنا نتحدث عن الناس اللي بيستخدموا الهاتف تحديداً الهاتف على غيره من الأجهزة اللي هي اللابتوب والديسكتوب والتابس وإلى آخره، بيصل تقريباً إلى 306 مليون شخص. يعني اليوم بنحكي عن رقم هائل. اعتمادهم الأول في حصولهم على المعلومة هو من خلال إيش؟ الهاتف. فبالتالي يعني بدنا نأخذ بعين الاعتبار إنه الهاتف هو وسيلة التواصل الأولى اللي الناس يتواصلوا فيها من خلال وسائل التواصل المختلفة. المعلومة اللي بعدها اللي هو إنه مثل ما حكينا إنه التوتال بوبوليشن اللي هو التغيرات اللي بتحدث في العالم تصل إلى 1.7، لكن اتصالات تصل إلى 1.8. الوقت اللي بيقضوه الناس حكينا تقريبا 7 ساعات. طيب وين بيقضوه الناس 7 ساعات على النت؟ وين السبع ساعات؟ 7 ساعات مقسمة تقريبا إلى 2.5 ساعات من هذه السبعة على منصات التواصل الاجتماعي اللي هسه راح نفردها جزء من وقت للحديث عنها. الشيء الثاني اللي هو مشاهدة التلفزيون، لكن التلفزيون الصحيح مش التلفزيون التقليدي اللي كنا نتحدث عنه سابقا أو اللي كنا نشوفه إحنا وياكم سابقا، التلفزيون المحلي، القناة إلى آخره. لا، اليوم التلفزيون هو كمان أداة تواصل، وبالتالي جزء من 3 ساعات اللي بنحكي عنها هي فعليا موجهة للمشاهدة اللي هو التطبيقات أو منصات التواصل أو فيديوهات إلى آخره. فالتلفزيون مش الشكل التقليدي القديم. جزء من هذا الوقت لاستماع الموسيقى، وجزء منه للألعاب اللي هن حوالي ساعة. الرقم هذا راح يزيد بطبيعة الحال، لأنه كثير من الأشخاص الآن في أعمار صغيرة ونشأوا وترعرعوا على هذه الألعاب، فبالتالي كل الأجيال القادمة راح تمارس نفس السلوك، وبالتالي راح تزيد هذا الوقت اللي نتحدث عنه. مثل ما حكينا تقريبا 92% من الناس بيستخدموا الهاتف تحديدا. في إشي ثاني ظهر من خلال الثورة التكنولوجية اللي هو السمارت هومز ديفايسز أو الأجهزة المنزلية الذكية، وهذا جزء من التسويق. لاحظ سلوك المستهلك كيف تغير مع الوقت، وأصبحنا اليوم إحنا بنستخدم أشياء ما كانت موجودة، وبالترويج إلها وبإعدادها بشكل كويس إلى آخره واتباع كل متطلبات التسويق المناسبة، صار عندنا إشي ما كان موجود من حيث الأساس اللي هي سمارت هوم ديفايسز. وهذا مش قليل اليوم، مش قليل، لكن راح يزيد أكثر وأكثر، والناس راح يعتمدوا أكثر وبأكثر على إيش؟ الأجهزة الذكية المنزلية أو الاستخدامات الذكية في المنزل. وإذا اليوم أخذنا القراءات اللي بتتحدث عن 2020، يعني فقط من سنة مضت، في عنا 134 مليون جهاز بيت يستخدم أجهزة ذكية، وهذه قيمة تصل إلى 73 مليار، يعني قيمة كبيرة مش قليلة، مقسمة على عدة أشياء مثل الأجهزة 16 مليار، آسف، السكيورتي أنظمة الحماية بتصل إلى 16 مليار أيضا، وغيرها من الأشياء اللي تدخل ضمن السمارت هوم ديفايسز. وبالتالي اليوم تغير سلوكنا كليا، وأصبحنا وراح يتغير، في عنا حالة من نمو دائم ومضطرد، وبالتالي الناس رايحين ايش يستخدم الأجهزة بشكل أكبر. إذا بنتحدث عن الأجهزة هاي، احنا بنحكي عن أرقام، إذا بنتحدث عن التطبيقات أو منصات التواصل الاجتماعي،
دكتور عمر، اسف على المقاطعه، من حساب الوقت بس الله يرضى عليك. اوكي ان شاء الله. نحكي عن الناس اللي بيستخدموا منصات التواصل الاجتماعي يصلوا الى 50% من مجمل الناس اللي بيستخدموا النت بشكل عام. نلاحظ هنا كيف التغطية الرسائل، الناس شو بيستخدموا الواتساب على سبيل المثال في المقدمة، والفيسبوك ماسنجر بيجي بالمرتبة الثانية، وهلوم جرى. الآن الناس اللي بيستخدموا الفيسبوك تقريبا 2 مليار شخص، ونسبة 32% زيادة، متقسموا إلى 44% ذكور و 56% إناث. بيستخدموا من خلال الهاتف 98%، و 2% فقط يستخدموا الديسكتوب. طبعا هذا ينطبق على غيرها من التطبيقات، وكل واحدة لها أرقام على سبيل المثال. بدي بس أخذ بعجالة سريعة اللي هو تطبيقات، كم نزلنا تطبيقات في 2020 2019؟ الناس نزلت 204 مليار تطبيق، تخيل، بزيادة تصل إلى 6%، قيمتها تقريبا 120 مليار. حجم التجارة الإلكترونية، التجارة الإلكترونية أيضا اليوم أصبحت واقع ولا يمكن القفز عنه، اللي هو 80% من الناس بحثوا عن إشي يشتروا من خلال النت، 90% زاروا متاجر، و 74% اشتروا من خلال النت، وهذه قيمة كبيرة جدا. إذا بنحكي عن 3.4 تريليون قيمة التجارة من خلال النت، وهذا الرقم بحكي لك عنه 18% من مجمل التجارة العالمية أصبحت تدار عبر النت. فإذا إيش هذا الخيار كبير، موزعة على عدة أشياء كما هو موجود أمامكم في هذه اللوحة. وبدي أصل هنا إلى ملخص ل يعني حتى نراعي الوقت مع الاحترام، موزعة هذه الأموال وين موزعة؟ اللي هي 333 بليون موزعة على جوجل وفيسبوك وعلي بابا وأمازون وغيرها من الشركات الرائدة في التجارة الإلكترونية. كل 60 ثانية، يعني كل دقيقة من وقتنا، كل دقيقة تمضي الآن في هذا الوقت، بصير عندي يعني بخلال هذه الدقيقة 347 دخول على الإنستغرام، 87,500 تغريدة على تويتر، 41 مليون مسج عبر ماسنجر وواتساب، نتفليكس بيكون شاهدوا 700,000 بالدقيقة الواحدة، بالدقيقة الواحدة يكون شاهدوا الناس عبر العالم كله 700,000 ساعة مشاهدة، 700,000 شخص بيشاهدوا في هذا الوقت. إذا إحنا بنحكي عن ديجيتال وورد، عالم رقمي، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال تجاوز هذا الموضوع. طيب شو إحنا بنعمل هنا وسط هذا العالم الرقمي؟ لازم يكون كل عملنا ديجيتال، فبنحكي نتحدث اليوم عن ديجيتال ماركتينج. إيش هو الديجيتال ماركتينج أو التسويق الرقمي؟ ببساطة جداً اللي احنا العمل او الاشي اللي بنقدم فيه، نروج فيه لبضائع او خدمات باستخدام وسائط التكنولوجيا المختلفة. واذا عملنا مقارنة بسيطة بين التسويق التقليدي والتسويق الرقمي، لاحظ انه عدد الاشخاص اللي بيصلهم التسويق الرقمي هائل جدا. يعني أنت لما تحكي عن 4 مليار شخص بيستخدموا شبكة النت عبر العالم، ممكن الوصول لهؤلاء الأشخاص. غير هيك فيرستايل، يعني متعدد الاستخدام وليس لمرة واحدة، بتأخذ إنستانت كوميونيكيشن. اليوم هلأ ببعث بثواني بيكون مسج واحدة وصلت لملايين الأشخاص، النتائج فورية اللي بتأخذها، التكلفة مقارنة مع التكلفة القديمة هي تعتبر يعني منطقية جدا. والتارجت الأشخاص اللي أنا بستهدفهم، يمكن في وقت سابق كنا نبعث الإعلان إلى أي ناس، لكن اليوم حسب الدراسات اليوم فيسبوك بيوجه لك رسالتك
أو الآد اللي بدك تبعثه للأشخاص المعنيين. فبالتالي صار دكتور عامر، دكتور عامر يا ليت لو تختم في دقيقتين عشان الوقت. إيش هم الأدوات؟ مش رايح أدخل بالتفاصيل. إيش الأدوات؟ الناس بيفكروا إنه الشيء التقليدي إنك تعمل صفحة على فيسبوك أو التطبيق اللي بيستخدمه، لكن الصحيح إنه في عدة أنواع للديجيتال ماركتينج. في إشي اسمه سيرش إنجن أوبتمايزيشن، اللي هو تحسين محرك تحسين المحتوى على للوصول إلى البرودكت تبعتك. في سيرش إنجن ماركتينج، إيميل ماركتينج، في الوسطاء الأفيليت ماركتينج، في السوشيال ميديا ماركتينج، وفي كونتنت ماركتينج اللي هو المحتوى، وفي الموبايل ماركتينج. يعني يمكن هاي أمثلة بسيطة إنه كيف ممكن نصل من كل الأدوات الرقمية اللي بدنا نوصل المعلومة لهم. وإن شاء الله أنا بزود الناس المهتمين بالبرزنتيشن وبالنهاية بالمحصلة إنه لازم تثير استخدام تثير اهتمام الفرد اللي هي من خلال الالتفات إلى المنتج تبعتك، ومن ثم تصل إلى مرحلة الشراء. ولا يتوقف الأمر عند مرحلة الشراء، لكن جزء من عملية التسويق هي ما بعد الشراء، البوست بيرتشيس ستيج، واللي هي بتوصلك إلى الناس اللي بدك إياهم. في شركات كثيرة تعمل في مجال التسويق الرياضي، وحقيقة الأمر لا يمكن حصره في 20 دقيقة أو نص ساعة، كل جزئية منهم تأخذ وقت كبير حتى نصل إلى المطلوب. على كل أكون إن شاء الله أعطيت فكرة بسيطة ومبسطة كأرضية للزملاء اللي راحين يتحدثوا بجزء من التفصيل بعد ذلك. وشاكر لكم حسن استماعكم، ودمتم بخير إن شاء الله. شكرا لك دكتور عامر، حقيقة أفضيت بنقاط مهمة خاصة في التسويق الرقمي والتطور في 20 سنة الماضية، ومدى انحصار هذا التطور في مجالات معينة وربطه في المجال الرياضي. حقيقة كانت يعني 20 دقيقة مثل ما تفضلت تحتاج أكثر. أنا أعلم تماما أن 20 دقيقة ما هي مجزية لك، لكن أنت قدمت لنا أرض صلبة من خلالها نقدر نفهم كيفية تطور التطبيقات الخاصة بالتسويق وارتباطها في المجال الرياضي. اليوم فعلا أنت تطرقت الجملة مهمة جدا، خصوصا في السوشيال ميديا وكيفية انتشار المعلومة من خلال السوشيال ميديا، من خلال المتابعة، وهذا أيضا عنصر جاذب ممكن يستثمر في المجال الرياضي خاصة للمؤسسات الرياضية والهيئات الكبرى. شكرا لك دكتور عامر، كانت صراحة 20 دقيقة مثرية. تسلم حبيبي، تسلم دكتور. ننتقل الآن للدكتور أحمد كمال. دكتور أحمد كمال للأمانة شهادتي فيه مجروحة، من الشباب اللي شق طريقه يعني بشكل سريع جدا. دكتور أحمد كمال حاليا يعمل أستاذ الإدارة الرياضية في جامعة قابوس في سلطنة عمان في كلية التربية الرياضية، وأيضا عضو هيئة تدريس في جامعة حلوان في كلية التربية الرياضية جامعة حلوان، وعمل رئيسا فريق العمل لمشروع ضمان الجودة، وأيضا عمل في مركز أيضا في خطط الخاصة بالاستراتيجيات للاتحاد المصري والاتحاد المصري للجامعات. فلتفضل الدكتور أحمد، شهادتي فيك مجروحة دكتور أحمد، فتفضل لك الوقت وكلنا أذان صاغية لك. تفضل دكتور أحمد. دكتور بدر، شكرا، شكرا جزيلا. ويعني اسمحوا لي في الأول خالص أن أنا أتقدم بعددا من رسائل الشكر، ودول مش محسوبين من 20 دقيقة دكتور بدر بعد إذنك. شكرا للتميز، الله يسلمك، شكرا للتميز. ويعني خطوات جادة جدا في عالم يعني التعليم الإلكتروني أو الأحداث الإلكترونية أو الافتراضية، حطت الرياضة العربية نوعا ما على الخريطة الافتراضية للعالم العربي ككل. فشكرا منصة التميز، وشكرا على لكل من القائمين على إدارتها من رئيس مجلس الإدارة دكتور عبدالله غصاب، ونائب الرئيس دكتور بادي الدوسري، والأمين العام دكتور نواف الغصاب، وجميع المنتمين لهذه المنصة الكبيرة والجميلة. شكرا دكتور عامر على المعلومات الجميلة اللي حضرتك قدمتها حاليا، أنا هكمل عليها إن شاء الله ببعض التطبيقات من المجال الرياضي. وأيضا تحية شكر المجموعة المتحدثين اللي موجودين معنا اليوم، دكتور عامر
استاذ محمد حمدي جاد و متداخلنا اليوم من دولة قطر من جامعة قطر. هتستمعوا لكلام جاد جدا وتطبيقات هائلة جدا سواء من افكار من جمهورية مصر العربية او افكار من دولة قطر ان شاء الله. التسويق الجديد خلوني ابدا معاكم. التسويق عنصر اساسي في اي عمل بيستهدف الربح بصرف النظر عن المجال اللي بينتمي اليه. طلع بقى مجال تجاري، طلع مجال رياضي، طلع مجال اي مجال في الدنيا محتاج التسويق. طالما عندك منتج لازم تحتاج التسويق، وطالما انت موجود في المجال الرياضي انت بتشتغل يا اما في خدمات يا اما في منتجات. طيب التسويق الجديد، هنتكلم عن التسويق الجديد. دكتور عامل عرض عددا كبيرا من الاحصائيات، انا مش هكررها، بيعتمد بقوه جدا على انتشار الانترنت. يعني احنا كدول عربيه لو عايزين نشتغل باليات التسويق الجديد لازم نكون مصنفين هنا في الدول العشرة الاولى من استخدامات الانترنت. طيب الجزء الاعظم من التسويق الجديد بيعتمد بقوه على التطبيقات الذكيه. التطبيقات الذكيه دي اللي كانت سنه 2017 عامله حوالي 60 مليار دولار، في سنه 2019 بقت 151 مليار دولار، وما قبل الجائحه وفي الجائحه زادت بنسب يعني لا تقل باي حال من الاحوال عن 30%، يعني 51% خلال عامين. دي اقتصاد التطبيقات الذكية في الولايات المتحدة بس بالمليار دولار. طيب التسويق الجديد له خصائص. الخاصية الأولى فيه إمكانية التفاعل المباشر بين العميل وإدارة الأعمال. إزاي؟ طبعاً اتصال مباشر، بيستطيع العميل أنه يعبر عن رغباته بشكل مباشر للمؤسسة، بيدي فيدباك عن النشاط التجاري، بيدي فيدباك عن السلعة اللي هو أخذها، بيدي فيدباك عن السلعة اللي تقدمت له. إحنا بنشتغل بقدر كبير جداً على أن إحنا نخليه دائماً سعيد، بنهيئ له الجو المناسب، بنديله مساحة للتعبير عن نفسه، وده بيتحقق فيه آليات أو خصائص التسويق الجديد. العميل بيدي رأيه مباشرة حول أحد المنتجات. ممكن منين؟ ممكن مثلا من علامة الكومنت دي على الفيسبوك، بروح أحط لك تعليق بقول لك والله المنتج ده كويس أو الخدمة دي كويسة أو أنا عندي ملاحظات كذا أو كذا أو كذا أو كذا، ودي مهمة جدا. طيب التسويق الجديد قادر على الاستهداف الجيد، بيستهدف مجموعة من العملاء اللي انت عايز تختارهم، العملاء المحتملين اللي انت عايز تختارهم، سواء طبعا من خلال التسويق الرقمي احنا بنستهدف كل العملاء دول، سواء النوع كان ذكر او انثى، او من خلال اهتماماتهم رياضيه تجاريه، زيارات اخيره لمواقع. وطبعا في في في, في التسويق الجديد وفي الانترنت الجديد وفي التطبيقات الذكيه، انت بتخش تدور على شوز في مكان معين، مثلا عايز تشتري شوز من ماركه معينه، ثاني يوم الصبح هتفتح السوشيال ميديا بتاعتك هتلاقي اعلانات نفس الماركه. المؤهل الدراسي من خلال الكلمات البحثيه، وكل ده اللي قيل في العرض السابق عن السيو، عن المحركات البحث والكلام ده كله. حتى بالنسبه لمواقع المواقع الجغرافيه برضو التسويق الجديد بيعرف الاماكن متركزه فين، ويبدا يعمل على تسويق المنتجات الاكثريه من سكانها بيدوروا عليها. بالطبع كلنا من مستخدمي السوشيال ميديا، ما اعتقدش ان في حد من الموجودين حاليا او من العالم، وبرضو اتعرض احصائيات عن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في العالم كله، يعني من 7 مليار اللي موجودين في العالم ما لا يقل عن اكثر من الثلث، يعني 3.5 الى 4 مليار بيستخدموا السوشيال ميديا. وطبعا انت وانت في السوشيال ميديا صعب جدا ان ما تكونش تعرضت الاعلان. تفتح السوشيال ميديا تلاقي لو انت بتدور مثلا على اوتيل رايح تقضي فيه الاجازه بتاعت العيد اللي جايه ان شاء الله، هتلاقي بوكينج طالعه لك كل شويه بتقول لك على مميزات وحاجات جميله. فتحت الفيسبوك عن اعلان معين عن خدمه معينه، بتدور على عقار، بتدور على ارض، بتدور على مباراه تروحها، بتدور على فندق، هتلاقي كل شويه التطبيق الذكي ده جايب لك اعلانات عن نفس المجال اللي انت بتستهدفه. التسويق الجديد، انت بتروح لليوتيوب وكل شويه تلاقي فيه اعلان ادز، فيه اعلان. انت حتى لو استمريت تتفرج على حاجه هتلاقي الاعلان طالع لك، وبيجبرك انك تتفرج على الاعلان لمده معينه من الوقت، وما بيروحش الا اذا تخطيت الاعلانات، وده في بعض الاحيان بيسبب لنا هيدك من كتر الاعلانات، يعني ما في احيان العميل بيزهق. التسويق الجديد من خصائصه في مرونه للتكلفه، بتقدر تحدد انت عايز مين من العملاء تقدر تدفع لهم عشان تجيبهم، الدفع لكل عميل تقدر تجيبه. في عالم التسويق عموما والتسويق الجديد خاصه، الدفع مقابل كل عميل مستهدف بيتفرج على فيديو لمنتجك او على اعلان في التلفزيون او على اي شيء تقدر تجيبه وتقدر تستهدفه مباشره. تقدر تتحكم في الميزانيه التسويقيه الخاصه بيك. أنا عايز أعمل خطة إعلامية عبر السوشيال ميديا أو عبر الإنترنت أو عبر التسويق الجديد هتتكلف $100، تقدر تعملها ب $100.
تقدر تعمل بيزنس بلان قوية جدا على من خلال التسويق الجديد وما تكلفكش تكلفات عالية جدا، لأن لا زالت حاليا الإعلان على السوشيال ميديا إعلان لسه يعني مش غالي التكلفة، ما وصلش التكلفة كبيرة جدا زي الإعلانات في التلفزيونات. تقدر تجمع بيانات ومعلومات من خلال التسويق الجديد، ليس لها حصر، كل المعلومات أي واحد بيتسجل عندك، أي واحد بيمر عليك، أي واحد بيعدي من خلال الويب سايت بتاعك او من خلال السوشيال ميديا بتاعتك، انت بتاخد بيانات ومعلومات وبتقدر بعد كده تستهدف مجموعه منهم طبقا للتحليلات اللي انت بتعملها، السن، النوع، اي حاجه. بتقدر تعمل اجراءات تحسينيه من خلال التسويق الجديد، بتعرف الناس دي راحه فين، انت عملت الماركت اناليسز، تحليل للمميزات التسويقيه اللي انت اخذتها من الناس ديت، وبتقدر ترصد وتحلل النتائج تقدر تعتمد فيها بعد كده على اتخاذ قرار تسويقي. بتقدر تقيس النتائج بسهوله جدا في التسويق الجديد، كل شيء قابل للتحليل، كل شيء قابل للتحليل، كم واحد دخل على السوشيال ميديا بتاعتك، كم واحد فتح البريد الالكتروني بتاعك، كم واحد شاهد الفيديو وتفاصيلهم الدقيقه، كل ده مهم جدا. شوفوا حتى الفيديوهات اللي بتطلع لك اجباريا على السوشيال ميديا، عملنا لها تحليل وشافوا ان مثلا في 205 من مجموع العينه ديت اللي هو اجماليها العدد اللي قدامكم دوت، 205 منهم اتفرجوا على 3 ثواني بس وبعدين عمل تخطي الاعلان، و75 اتفرجوا على 15 ثانيه، و41 اتفرجوا على دقيقه كامله. يبقى انا اصلا لما اجي اعمل اعلان هستهدف المجموعه الاكبر اللي هي 205، يبقى انا لازم اعمل رسالتي الاعلاميه او تسويقي الجديد عبر الفيديو دوت في خلال 3 ثواني الاولى، لازم اشده ان هو يستمر معايا. طيب من خصائص ومميزات التسويق الجديد سرعه الحصول على النتيجه، هو سريع جدا، اول ما تدخل هيقول لك كم واحد، بيقول لك سيدات، كم واحد بيقول لك رجال، كم واحد في المرحله السنيه من 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 سنه ل 15، من 15 ل 30 وهكذا، ويمكن من خلاله بعد كده ان انت توجه التسويق بتاعك في المكان اللي انت عايزه، وللمجموعه اللي انت عايزها، وللمرحله السنيه اللي انت عايزها، وللنوع اللي انت عايزه. طيب بنمكن ايضا اصحاب المنتج ان هم يقدروا يستهدفوا العملاء اللي موجودين على نوع معين من انواع السوشيال ميديا، يعني على الفيسبوك مثلا الاكثريه جمع على الفيسبوك، راح اعمل صفحات على الفيسبوك، صفحات على تويتر وهكذا، لغايه يعني انا بتفاعل مع الوسيله اللي بتفاعل معها جمهوري. طيب تعالوا نشوف التسويق عبر وسائل السوشيال ميديا، ويمكن دكتور عامر قال عنها جزء بس انا هربطها لكم بالمجال الرياضي شويه. اشهر الشبكات طبعا اللي هو قالها الاربعه الكبار، تعالوا نشوف مثلا صفحات السوشيال ميديا نادي ريال مدريد. دلوقتي نادي ريال مدريد صفحاته اللي موجوده على السوشيال ميديا قاربت من ال 175 او بلس 175 مليون مشاهد، يعني لما تيجي تحط اعلان او تذكره مباراه لنادي ريال مدريد هيشوفها اكثر او ما يقرب من 200 مليون مشاهد على من الكره الارضيه كلها، ده دول اعضاء السوشيال ميديا بس، دول اعضاء السوشيال ميديا بس. طيب تعالوا نشوف اكبر 10 انديه موجودين على السوشيال ميديا في العالم كله، ريال مدريد، برشلونه، مانشستر يونايتد، تشيلسي، وكل واحد عندك احصائياته، عدد اللي موجودين على كل نوع من انواع السوشيال ميديا اللي موجود عليها، عنده كام مليون. عشان كده تقدر انت تستنتج على طول بسرعه جدا اهميه السوشيال ميديا بالنسبه للانديه دي، يعني لما يكون في دلوقتي حتى تنافس ما بينهم على زبائن السوشيال ميديا، الموضوع هيبقى اكيد له تاثير، وله تاثير كبير كمان. شوف مثلا ليفربول على تويتر والاحصائيات، كم فولوينج، كم فولورز، كم لايكس، كم مومنت، كل حاجه بتتحلل، وكل حاجه بنقدر نجيبها من اشهر اللاعبين الموجودين، من وهكذا، كله حتى التعليقات. تعال نشوف اشهر 10 لاعبين عرب موجودين على وسائل التواصل الاجتماعي، هم المجموعه اللي قدامكم دول. طبعا بيحتل قمه القائمه محمد صلاح ب 19.5 مليون متابع تقريبا. القصه اللي قدامكم دي يا جماعه، الأندية العالمية دلوقتي بتفكر أن تضم صفحات السوشيال ميديا للاعبين إلى التعاقد، يعني كمان هيتحكم في سوشيال ميديا اللاعبين، يعني لما يجي يتعاقد مع لاعب هينتقل مثلا من نادي كذا إلى نادي كذا، يقول له تعالى بس امضي لي هنا، أنا هستخدم السوشيال ميديا بتاعتك. شوفوا كمان وصلت لإيه، يعني هيبقى بلس 200 مليون لنادي ريال مدريد، ولو عنده لاعب عنده حجم كبير جدا من المتابعين على السوشيال ميديا بتاعته ضيف عليها دول كمان. طيب تعالوا نشوف التسويق عبر البريد الالكتروني، وده اقدم وسائل التسويق الجديد. شوفوا اللفظ، اقدم وسائل التسويق الجديد، حتى الايميل اصبح وسيله قديمه، لكن حاليا لا زال له فعاليه، بس خلي بالك ان انت وانت بتستخدم التسويق عبر الايميل ما يكونش هناك ضغط على عملائك عشان ما يشعروش بالضيق، يعني مش كل شويه الاقي ايميل، في 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 طرق معينه وفي تحليلات معينه بتديك مؤشرات انت ممكن تبعت ايميل لنفس العميل بنفس الخدمه كل قد ايه من الوقت،
كل اسبوع، كل ثلاث ايام، كل خمس ايام، كل 10 ايام، على حسب متوسط قبول العملة بتوعك للايميل بتاعك او للسجل البريد. التسويق عبر البريد الالكتروني باختصار شديد جدا بيكون قائمه بريديه كبيره ليك كمنتج، في اي وقت تقدر تبعت رساله لكل الناس دي. بتقدر تقوم بارسال رسائل تسويقيه للعملاء الجذبون مره اخرى للمواقع او المتاجر الالكترونيه بتاعتك. يا جماعه انا فتحت متجر في الحته الفلانيه، انا فتحت اقدر اوصل لك بالتوصيل لغايه باب المنزل. بتحقق المزيد من الارباح من نفس العميل، لان في استراتيجيه في التسويق الجديد بتقول لك اربط العميل القديم معاك ودور على سوق مستهدف او دور على عميل جديد. التسويق الالكتروني طبعا والرياضه، وسائل الاعلام الالكترونيه الجديده، الصحافه، التلفزيون، كل الكلام ده، حتى دلوقتي مشاهده المباريات هتكون من خلال الموبايل ومن خلال ال بس التلفزيون خلاص قرب يختفي من العالم كله. تعالوا نشوف وسيله جديده من وسائل التسويق، هي الفيرال ماركتنج او التسويق الفيروسي. ايه التسويق الفيروسي ده؟ باختصار شديد تقنيه تسويقيه بتستغل الشبكات الاجتماعيه، رساله مهمه جدا بتبعتها في السوشيال ميديا وبتستنى طبعا على 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 جوده صياغتك لهذه الرساله، تستنى انها تنتقل انتقال تام وكبير جدا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بتجبر العميل بتاعك على ان هو يستقبلها ويراها ويعيد ارسالها لمجموعه اخرى من زملائه. فانت بتستهدف عميلك وبتستهدف ايضا مجموعه من زملائه او من اللي موجودين عنده على السوشيال ميديا بتاعته. ممكن تكون في شكل مقطع فيديو، ممكن تكون في شكل لعبة تفاعلية، ممكن تكون في شكل كتاب إلكتروني، ممكن تكون في شكل صورة، ممكن تكون في شكل رسالة قصيرة. لكن احنا لما حللنا الموضوع ده كله المهتمين بموضوع الفيرال ماركتنج او التسويق الفيروسي، اثبتنا ان افضل وسيلة هي الفيديو، والفيديو السريع جدا المختصر جدا. طبعا بنحدد فيه الجمهور المستهدف، بنقدر نختار قناة تسويقية صحيحة، بنحدد فيه حملة، هدف الحملة بتاعتنا، بنحدد الميزانية، بتتبع الحملة لغاية ما تخلص. ست عوامل رئيسية تنجح بيهم التسويق الفيروسي: الرواج الاجتماعي، ناقش موضوع مهم جدا وحط فيه الرسالة بتاعتك. يعني لو جيت دلوقتي ناقشت مثلا كورونا وعملت رسالة فيروسية فيها كورونا بس فيها رسالة معينة من شركة معينة، شركة أدوية أو شركة فاكسين أو شركة طلبزات أو شركة ماسكات وهكذا، حط الرسالة بتاعتك في حاجة لها رواج اجتماعي، حفز الناس على أنها تكون موجودة معك، بحيث أنه ينقل الرسالة بتاعتك بشكل عفوي. العاطفة، العب دائما، أو المسوقين بيلعبوا دائما على العاطفة. خلي الموضوع بتاعك أو الرسالة بتاعتك ترتبط كثيرا جدا بالعاطفة، خلي العميل بتاعك يقول فعلا أنا محتاج ده، وفلان صاحبي أو زميلي أو صديقي أو من أسرتي أيضا محتاجه، عشان يشارك الإعلان بتاعك. العلنية، خلي موضوعك كله رسالتك علنية، يعني كل شيء مكان أسهل في الرؤية، زاد احتمال تقليده وزاد احتمال نقله أو رسالته. القيمة العملية، خلي الناس تشارك أو ابعت معلومة فيها قيمة عملية للناس، خليهم يعرفوا إيه هو التسويق، إيه هو الرسالة اللي أنت عايزها، وحط فيها الرسالة اللي أنت تتضمنها. القصة، لازم تعمل قصة زي قصة حصان طروادة بالظبط، بس مختصرة كثيرا جدا في فيديو، في رسالة قصيرة عشان تنتشر. الكمين التسويقي أو الإمبش ماركتينج، شوفوا يا جماعة، فاكرين الإعلان اللي عملته مرسيدس بتهني فيه بي إم بـ100 سنة على تواجدها في السوق، وقالت لهم فيه أنا بهنيكم بـ100 سنة، وبقول لكم ان ال 30 سنه الاولى من عمر مرسيدس كانت ممله جدا بدون هذا التنافس. بيقول في الرساله الفيروسيه بتاعته او في الكمين التسويقي بتاعه، في الرساله الكمينيه بتاعته، انا اقدم من بي ام. خلي بالكم عشان دي مهمه جدا. شوفوا الشكل العام للكمال. دكتور احمد، يا ريت لو تختم حالاً. دكتور حالا دقيقتين، هتلاقي الشريحه جايه حالا. اختم في دقيقتين دكتور. حالا دكتور. بتقوم بالرد او بتقوم بتعمل بتستغل الحدث اللي موجود في الرعايه مع بتقوم بالحدث اللي موجود في الرعايه مع اعلان مضاد ليها. زي مثلا جينا في كاس الامم الافريقيه في مصر، في الراعي الرسمي كان كوكاكولا، راح جايه بيبسي عامله ايه مع بعض نحقق احلامها. بيبسي ضربت الموضوع. طيب عملت كوكاكولا، عملت في بطوله اخرى كان الراعي ليها بيبسي، قالت لك ايه كوكاكولا راعي كل مشجع مصري، حاجه بعيده خالص عن الموضوع. طيب الامبوش ماركتنج بيتكلم في ايه؟ بيتكلم في ان انا ازاي استغل الحدث دوت في الاعلان عن شيء معين. بصوا بيبسي في كاس العالم في البرازيل قالت ايه؟ ذا ان اوفيشال سبونسر. خلي بالك مهمه جدا. اعلان رسمي للبي ام اتحط جنبه اعلان لاودي، مهمه جدا. شكرا لكم، دي كانت مختصر مفيد جدا، مختصر سريع جدا عن بعض عوامل او بعض انواع التسويق الجديد في عالم الرياضه اللي بنقدر ان احنا نستغلها او نستثمرها كشكل جديد من اشكال التسويق في الرياضه. شكرا دكتور بدر، شكرا لسعه صدرك، وشكرا للمتحدثين، وان شاء الله التوفيق للمتحدثين القادمين باذن الله. شكرا.
دكتور بدر. أعطاني للأستاذ محمد حمدي جهد الرئيس التنفيذي لشركة جي جلوبال للتسويق وإدارة الأعمال، مدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ريال للاستثمار والتسويق الرياضي، وعمل كذلك في كثير من مؤسسات القطاع الخاص، ويعمل أيضا في الاتحاد المصري للتايكوندو ورئيس لجنة التسويق والاتحاد الأفريقي للتايكوندو، وحاصل على تكريم أيضا رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو. أستاذ محمد، ياليت لو تبدأ معانا في مداخلتك ونكون لك من الشاكرين. أستاذ محمد، سمعني كده يا دكتور؟ سمعينك. ألو؟ أي سمعيني كده تمام صح؟ دكتور نواف سمعني؟ سمعينك يا جاد، سمعينك كويس. تفضل يا دكتور. تفضل. في البداية أنا أحب أشكركم جداً، الجامعة المتميز، مجموعة الدكاترة والأساتذة، الخبرة الكبيرة اللي احنا بناخدها وبنتعلمها. أستاذ محمد، على ما يجهز أستاذ محمد الآن، بس استكمالاً لطرح الأخوان فيما يخص السوشيال ميديا، دكتور محمد تكون مداخلتي بسيطة جداً، لأن أنا يعني من الناس اللي يبدو أن الدكتور بدر عنده النت بطيء فيوصل متأخر. دكتور بدر يقطع صوتك. دكتور بدر، أستاذ محمد جاهز معانا قاعد يتحدث الآن، تفضل أستاذ محمد. أنا سامعيني كده تمام؟ أبتدي؟ تفضل، سامعينك تفضل. أنا بشكركم جدا على الدعوة الكريمة، وأخويا وأستاذي الدكتور أحمد فاروق وجميع الأساتذة والدكاترة اللي موجودين، ودي حاجة كويسة جدا بالنسبة لنا في الوطن العربي إن إحنا نقدر نكومينيكيت مع بعض بوسيلة أو بطريقة مختلفة وتبقى سريعة في ظل الظروف الحالية. عشان ما ضيعش وقتكم في عجلة بسيطة كده، أنا اتخرجت من تجارة سنة 2000، وبعدين اشتغلت في شركة من شركات كوميونيكيشن هي فودافون، قعدت فيها 6 سنين، وبعدين اشتغلت سنتين في بيبسي كولا، وبعدين اشتغلت 4 سنين في كوكا كولا، وبعدين انا كنت بلعب تايكوندو، فبقيت عضو مجلس اداره في الاتحاد المصري للتايكوندو، ومنها الله يرحمه اللي هو احمد الفولي حطني في الاتحاد الافريقي، ومن الاتحاد الافريقي عملت بروجكت طلعت بيه على الاتحاد الدولي للتايكوندو، وقعدت سنه في الاتحاد الدولي للتايكوندو، واتكرمت بعد منحة كانت في السبورتس ماركتينج اند ميديا في سول في مقر الاتحاد الدولي للتايكوندو. رجعت منها ابتديت اول تطبيقاتي العملية في 2017، وكانت مع الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو، وكانت بطولة البريزيدنت كاب. كنت بروح هناك ما بلاقيش اي نوع من انواع الدعاية بتتعمل، وانا عندي خلفية من شغل التسويق والبزنس ديفلوب والماركتنج استراتيجي للشركات الخاصه، وعارف هم محتاجين ايه، فابتديت العب على الحاجات دي، بالذات ان الاهتمام الاكبر كله كان بكره القدم ويليه الهاندبول او الباسكت، انما الانديفيديوال جيم او الالعاب الفرديه او العاب المارشال ارتس ما كانش ليها قوي اهتمام. فابتديت العب على ان انا زي ما حضراتكم قلتوا ازاي نحول الرياضه لمنتج صناعي يقدر ان هو يتباع. فابتديت ان انا اروح اقول لهم هي وين وين سيتويشن، اتفق في الاول مع قناه فضائيه من القنوات علشان تبث، فانت فبالتالي يكون نسبه المشاهده عاليه بالنسبه للايفنت، وبعدين ابتدي اتفق مع حكومات الدول ديت ايه اللي نقدر نديها مميزات للشركات اللي ممكن ترعى الايفنت ده في حضور الافتتاح دايما بتاع البطولات والدورات ديت، بيبقى حاضر وزير الرياضه، بيبقى حاضر الوالي او المحافظ عن المحافظه والمدينه دي بيبقى موجود، بيبقى في موجود اعضاء من البرلمان، فهو ده الكوميونتي اللي بيحتاجه البيزنس مان، سواء كانت الشركات المالتي ناشونال او شركات اللوكال في الـ في الـ في الـ في المجال يعني. تمام. وابتدينا نجيب شركات كبيره زي جي ال سي للدهانات، زي BMW، زي ساعتها برايم فارما، دي كانت طالعه بتيور اند كيور الفيروس اللي عمل له الرعايه او الدعايه ميسي. ابتدينا بقى نلعب على كوكاكولا، ابتدينا نلعب على بيبسي، وابتدينا ندخل بقى للاستراتيجي بتاعتهم انها تبقى مقسومه 3 حاجات. النيتس بتاعت الشركات دي كانت بتبقى يا اما بوزيشننج براندنج، ان هو يحط اللوجو بتاعه، او تريد ماركتنج اكتيفيشن، ان هو يعمل اكتيفيشن ويعمل بروموشن وذين الفتره اللي بيتلعب فيها الايفنت، او الحاجه الثالثه السي اس ار،
اللي هي الكوربريت سوشيال ريسبونسبيلتي، ان هو بيحط فند او بيحط فلوس من دعم المسؤوليه المجتمعيه لتنميه وتطوير الحاجات دي. من هنا بدانا نعمل شركه جي جلوبال زي ما هي باينه لحضراتكم. تمام، جي جلوبال احنا عاملينها باسم جلوبال علشان نبتدي بيها من مصر باذن الله، وندخل في شراكه احنا بنحضرها دلوقتي مع مجموعه من الاشخاص في دول تانية. البداية هتبقى المغرب بإذن الله، وبعدين تونس، وبعدين الإمارات، وبعدين الأردن. فبإذن الله بإذن الله على نهاية السنة نكون محضرين في بطولات التعاون دي. أنا بدأت بالقصة إن إحنا عملنا جي جلوبال سريعا كده. هدخل على أول حاجة، لما بدأنا رحنا القطاع الإعلامي اللي موجود في مصر أو مسؤول عن الحتة بتاعت الادفرتايزنج والتلفزيون والأوت دور الكبير، وهي إعلام المصريين. كانت بريزنتيشن أكبر شركة، فرحنا تعاقدنا مع بريزنتيشن علشان ناخد حقوق بس مجموعة من الشركات اللي احنا هنعمل لهم سبونسرشيب للرياضات. فأنا محتاج إن أنا أخد الليد سكرين بتاعة الملعب زي ما احنا حاطين هنا كده، ورحنا خدنا ماتشات الأهلي في الدوري اللي هي بتبث من خلال التلفزيون، وابتدينا ندي العميل دوت التسويق بتاعه داخل الملعب، ازاي يشوف اللوجو بتاعه موجود ضمن الشركات وذن الماتشات اللي بتتعرض في التلفزيون. فكده هو بوسيلة أقل من الفلوس، لأن هو لو هيروح يعمل إعلام في التلفزيون عندنا رقم كبير فيما يعادل $100,000 مثلا في الشهر علشان يدخل يعمل إعلان على برنامج من البرامج. إنما $10,000 قدرنا إن احنا نعمل له لقطة زي دي، وبتفضل عايشة مع العمر، لأن ساعة تسجيل الهدف بيفضل متعاد عن طريق زي ما حضراتكم قلتوا السوشيال ميديا، وعن طريق الديجيتال ماركتينج، وعن طريق الفيسبوك، وعن طريق اليوتيوب. كل شوية الحاجات دي بتعاد تشغيلها، فبتتشغل بالبراندينج بيبقى موجود من وراها، فاللقطة بتفضل عايشة على طول. بعد كده رحنا تعاقدنا مع شركة كوكاكولا 3 سنين على ديستريبيوشن معين لمنتج معين نقدر ندخل منه فند نساعد بيه الرياضة. فاحنا بنلعب بطريقة indirect way، ان احنا بنعمل مشروع، المشروع ده تجيب فلوس، الفلوس دي من خلال الريفينيو بتاعتها بنسابورت مجموعة من الألعاب الفردية. بعد كده رحنا كلمنا في النقطة بتاعت البيزنس مانجمنت، وزي ما حضراتكم قلتوا ان انتوا ازاي، وزي الدكتور احمد مقال، ازاي نربط البراند بحاجه بتحصل بتاعه وقتها زي الكورونا. طب الكورونا انت محتاج ايه؟ السانيتايزرز واي اللي هي من الشركات الاكبر عندنا موجوده في مصر كانت ايزي كير بتاعه الوايبس بقى والهانجل والكمامات والكلابس والكلام ده كله. فكان لازم ان احنا في التوقيت دوت ان احنا نعمل ناخد فلوس من الشركه دي في مقابل ان هي توفر الباكس للرياضيين. احنا خلاص بنفتح، معالي الدكتور اشرف صبحي لما قال نفتح باكواد الكوره كود كذا، بعدين رياضات التنافس والتلامس زي الجودو والتايكوندو والكاراتيه فليها كود كذا، بعدين كره المضرب ليها كود كذا. فكان لازم ان احنا نوفر وسائل الاحتراز الكامله، فروحنا تعاقدنا مع شركه دي في مقابل البراندنج بتاعتنا. مش لازم ناخد منك فلوس، ادينا بقى البرودكت بتاعك، لان البرودكت بتاعك ده فلوس بالنسبه لنا، هيكلفنا فلوس كتير في التعقيمات الكلام ده كله. فكانت خطوة حلوة ان احنا تعاقدنا معاهم، وكان رقم كبير تخطى ال20 مليون جنيه. بعد كده من ضمن الحاجات اللي احنا قلنا عليها ان احنا جبنا منتج زي منتج سيسيليانو، ده نوع من انواع الباستا، بس الباستا المختلفة. الباستا دي باستا متقسمة لباستا بالخضروات، مش فليفرز، لا، فيها نوع من انواع الفيتامينز موجودة جوه الباستا نفسها، وباستا براون علشان خاطر الرياضيين، وباستا لمرضى السكر. وابتدينا نحط الكيوسكات دي جوه الانديه وننتشر بيها جوه الانديه، وكانت اسهل حاجه ان احنا نبتدي بيها نادي طلائع الجيش، وعملنا بيه سكسس ستوري كبيره. وبعد كده ابتدينا اتفقنا مع الدوله ان احنا نحطها في الميادين العامه وفي الاماكن اللي فيها مراكز شباب، والاماكن اللي فيها تجمعات من الشباب وبيمارسوا فيها الرياضه. وده كان بروتوكول من خلال صندوق تحيا مصر وشارع 306 اللي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر إن هو يتفتح للشباب عشان يمارسوا فيه أي أكتيفيتيز بجنبهم. إزاي نقدر نجيب شركات ترعى؟ اتفقنا مع شركة موجودة في الإمارات اسمها
جبنا جهاز اسمه كيروثيرابي، والجهاز دوت هو ان هو بيعمل ريكفري ماسلز، هي المنظومه الكامله بتاعه اللعيبه، ان ازاي ان بعد ما يلعب يعمل ريكفري ل وخدنا توكيل الجهاز دوت منهم، وفعلا في مصر قدرنا ان احنا نبيع 5 اجهزه، اخر رياضي للخماسي الحديث، وقبلهم كان الهاندبول ساعد توقيت بطولة العالم اللي موجودة في القاهرة، وقدرنا من خلال الجهاز دوت ان احنا نوصل مثلا ازاي تقدر تعمل ريكفري، بدل ما بيعمل الريكفري بتاعته في اسبوع، لا عن طريق جلستين within a week هو يعمل الريكفري بتاعته اسرع بكتير. ودي كانت حاجة مهمة جدا. اخر حاجة احنا عملناها في الحتة بتاعت ان احنا نربط الرياضة باكتيفيتيز تانية، تعاقدنا مع شركة تتويج، قبل موقع تتويج شركة تتويج، والشركة دي بيمتلكها طارق الحمائي ومحمد حمائي المطرب، وساعتها طلع محمد حمائي وقال ان احنا ازاي نربط الثقافة الرياضية بالثقافة الغنائية، ان احنا محمد قال ان في مجموعة من ابطال الانديفيديوال جيم هعمل لهم مجموعة من الحفلات، من 3 لـ4 حفلات، 3 في مصر وواحدة بره مصر، وهخصص 50% من دخل هذه الحفلات، سواء كانت عن طريق التيكتنج او عن طريق اللايف ستريمينج او عن طريق السبونسرشيب لدعم الابطال. واحنا فعلا في بروسيس دلوقتي ان احنا نعمل حاجه اونلاين يعملها محمد حمائي، والفلوس بتاعتها هتروح ل 11 بطل من المؤهلين لاولمبياد طوكيو 2020، عشان يكون نموذج نقدمه للدوله ازاي يقدروا يجيبوا فند من خلال حاجه بعيده خالص عن نقطه الشركات الخاصه، لا تبقى مساهمه مجتمعيه بالشراكه مع مجموعه من المشاهير. واول حفله باذن الله هتبقى يوم 14/6، وهتبقى اونلاين، ومتباعه كل الترابيزات اللي فيها اونلاين، لانها معموله زي جالا دينر كده مش تيكتنج، وفي مجموعه كبيره من الشركات داخله عامله سبونسر فيها، والفلوس دي هتروح زي ما قلت لحضراتكم ل 11 بطل من اللي رايحين طوكيو 2020 باذن الله. بعد كده عملنا الفكره بتاعه ان احنا ازاي نروح المؤتمرات المربوطه بالمسؤوليه المجتمعيه. ايجيبت فورم، سي اس ار ايجيبت فورم كل سنه بيلم حوالي 40 او 50 شركه من سيكتورز مختلفه داخل مصر، زي البانكينج سيستم، الريال استيت، شركات السياحه، الكوميونيكيشن، الاف ام سي جي، الكيميكلز، الكلام ده كله، وبيتكلم عن الدور المجتمعي اللي بتعمله الشركات الخاصه دي في المشاركه المجتمعيه او التنميه المستديمه، ازاي نساعد الناس. فكانت طبعا من ضمن الكوارث في خلال كورونا 2020 هي الرياضه ومن يستفيد من صناعه الرياضه، فكان مشاركه من خلال جي جلوبال ان احنا رحنا ومعانا معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي ان احنا نتكلم ونشرح يعني ايه تسويق رياضي، يعني ايه مسؤوليه مجتمعيه، يعني ايه انجازات رياضيه، يعني ايه ازاي يتربط ده ببعضه، وازاي ان السيكتور ده زي محتاجه دعم مالي. السيكتورز دوت لما حصلت الكورونا انهار كتير جدا، وفي ناس كتير جدا محتاجه الدعم المالي، وازاي نخدم عليها من خلال مسؤوليه مجتمعيه للشركات ديت والبنوك ديت، ان هي تفيد الابطال وتفيد المدربين والحكام والمانجمنت تيم اللي بتشتغل في الرياضه. بعد كده احنا عملنا وطلعنا بموقع تتويج. تتويج ده موقع رياضي ل 80% بيتكلم كنافذه عن ابطال الالعاب الفرديه، تايكوندو والجودو والكاراتيه والهوكي ويعني الالعاب الشهيده او مش الالعاب الفرديه. عفوا، طبعا اللعيبه دي ما كانت من خلالها، والاعلام دائما ما يلقي الضوء على كره القدم، فبمجرد ان احنا ابتدينا نببلش الموقع، وبمجرد ان احنا ابتدينا ان احنا نطلع الموقع دوت للنور، ابتدت اللعيبه هي اللي بتعمل لنا الماركتنج، وهي اللي بتعمل لنا الديستريبيوشن عن طريق ان هم بياخدوا الخبر من على الموقع او على صفحه الفيسبوك ويبتدوا ينشروها، فابتدت الناس تشوفهم وتعرف اخبارهم من خلالهم. فاحنا استخدمنا الاندايركت ويب في نوع من انواع الادفيرتايزنج، وعملنا بعد كده باللونش حاجه زي جائزه محمد بن راشد مكتوم للابداع والتميز الرياضي، ان احنا عملنا ذا بيست اوورد، حطينا بنش مارك وقسمناها
بطل اولمبي، بطل عالمي، بطل قاري، وابتدينا نحط بوينتس وجمعنا احسن لاعب، احسن لاعبه، احسن ناشئ، احسن ناشئه، احسن بارالمبيك ولد، احسن بارالمبيك بنت، وابتدينا ندخل على سيكتورز مش مهتمين بيها في الرياضه ان جنرال في الوطن العربي، اللي هو مين بقى؟ احسن اداري، لان المنتخبات لما بتطلع بطولات الاداري هو اللي بيعمل الكلام ده، احسن اداريه، احسن حكم، احسن حكمه، احسن مسؤوليه مجتمعيه اتعملت، احسن انجاز واتشيفمنت لمنتخب جنب احسن انجاز واتشيفمنت للاتحاد، احسن عمل مجتمعي، الكلام ده كله وقسمناها ل 20 سيكتور، وقدرنا نجيب مجموعه من الشركات عشان نقدر نعمل مجموعه جوائز 20,000 دولار، وفعلا خلينا 60% للفوتنج لاختيار اللعيب اللي هو يبقى احسن حاجه من الجمهور، و 40% فوتنج للنقاد على غرار فرانس فوتبول او على غرار كرة القدم في اختيار اللعيب العالمي او احسن بلاير في السنة. تمام؟ واخر حاجة بقى، روحنا تعاقدنا على مجموعة من البطولات العالمية ان احنا نرعاها عشان نفتح السكة للشركات التانية زي الكوميرشال في الاسكواش. الاسكواش مش لعبة أولمبية بس لعبة كوميرشال موجودة في مصر بيهتم بيها شريحة كبيرة من المجتمع، لما هنبقى موجودين وسطها الديسيجنز ميكر هيقدروا يشوفوا احنا بنعمل ايه. وابتدينا روحنا البطولة ديت وعملنا برزنتيشن لولادنا وعملنا برزنتيشن للإنجازات اللي احنا عملناها معاهم، فكانت النتيجة ان الاتحاد الافريقي للريشة الطايرة بيعمل لونش لإيفنت بتاع الايربت بنت اللي هي الريشه الطايره في الهواء، وطلبوا منا فكره، فروحنا ربطنا الفكره عن طريق اثر من الاثار الموجودين في مصر اللي هو قصر البارون، وعملنا فيه اللونش بتاع الريشه الطايره، وهو اشهر لعيبه موجوده في مصر يعودوا في البرلمان قاعدها جيب علي الوزير برضو وشارك معانا اللونش دوت، وخدنا الفيديو وخدنا الصور بعتناها للاتحاد الافريقي منه بعته للاتحاد الدولي، وبعت لنا الاتحاد الدولي للريش الطايره شكر خاص على الكرياتيفيتي ايديا اللي احنا عملناها، ربطنا بيها الرياضه بالحضاره بالثقافه بكرياتيف جديد في وجود معالي الوزير، فكانت مسج قوية جدا وكان جواب نعتز به من الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي للريشة الطايرة. كمان خرجنا بمسج تانية ربطنا الرياضة بالمسؤولية المجتمعية من خلال الاتحاد الدولي للتايكوندو، لما فرح الاسعد المسؤولة عن تي اتش اف تايكوندو اليمينيتد فاونديشن حقوق اللاجئين والمرأة في الاتحاد التايكوندو مع الامم المتحده، وخدت راعينا الرحله بتاعتها انها تروح ترفع العلم بتاع الاتحاد الدولي في اعلى قمه في افريقيا اللي هي كيلمنجارو، وكانت مسج ثانيه معموله ولاء واعتراف لسياده اللواء احمد الفولي رحمه الله عليه نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الافريقي عن مجهوداته، ولانه هو ملك افريقيا فحطناه على قمه اعلى جبل في افريقيا. استاذ محمد يا ليت لو تختم دقيقتين. انا خلصت انا خلصت خلاص، وبشكركم جدا، والبرزنتيشن موجوده عند حضراتكم، وسعدت جدا بهذا اللقاء، وباذن الله نلتقي على خير في لقاءات وندوات اخرى. شكرا جدا لحضراتكم. شكرا 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 استاذ محمد، صراحه مداخله كانت جميله جدا واضافت للجلسه طابع ثري جدا في ما يخص دكتور بدر. يبدو ان دكتور بدر انترنت عنده ضعيف. طبعا نشكر الاستاذ محمد جاد على هذه المحاضرة الجميلة. دكتور بدر الصوت واضح يا دكتور؟ تفضل دكتور. أنا للأمانة شكرت الدكتور الأستاذ محمد على مداخلته الثرية وإضافته الجميلة جدا لجلسة اليوم، خصوصا فيما يخص تأثير فيروس كورونا على المؤسسات الرياضية وأهمية التسويق في هذه الفترة، وضرب أمثلة جميلة
على المؤسسات الرياضية في جمهورية مصر العربية وكذلك في قارة أفريقيا. صراحة المداخلة كانت جميلة جدا، أشكر الأستاذ محمد على هذه المداخلة اللي أتمنى أنها تكون حازت على رضا مسامع الإخوان. ننتقل الآن إلى ضيفنا دكتور عثمان محمد الدوادي. دكتور محمد حاصل على دكتوراه في التسويق من جامعة إلينوي في الولايات المتحدة، وأستاذ مساعد بكلية إدارة هيئة التدريس وعضو فريق البحث العلمي لكأس العالم قطر 2022 وعضو فريق تنظيم المؤتمر العالمي للإدارة الرياضية اللي سيعقد بمشيئة الله في العام القادم في مارس إن شاء الله. دكتور عثمان تفضل، المايك لك. السلام عليكم. عفوا. السلام عليكم. شكرا لكم على الاستضافة. أعتقد بعد الدكاترة والزملاء اللي أضافوا، أنا نوعا ما يمكن فرصتي إني أربط وأضيف إضافة بسيطة إذا قدرت. في مجال الرياضة للمهتمين ما شاء الله الحضور كبير، فبحاول أعطي بعض المفاهيم لأن دخلنا بتفصيل. عندنا مسارين في الرياضة، مسار اللي نسميه السبورت اكتيفيتي، الأنشطة الرياضية، النادي، المدرب، الخطط، لاعبين، الفوز ببطولات. عندنا الجانب البزنس اللي يغذي، يفترض أنه يغذي ويدعم نشاط النادي. الأندية يعني بتاريخها ونشأتها، ونقول مثلا المنشآت الرياضية بتاريخها ونشأتها كانت مقرات اجتماعية للمجتمع، حتى كانت مفتوحة لممارسات غير الرياضة، كان فيها ممارسات فنية، كان فيها قاعات تستخدم في بعض الأنشطة في رمضان، فهي تجمع دائم للمجتمع. بس فكرة التجمع هاي تربط ناس زي ما ذكر الدكتور أحمد بالعاطفة. العاطفة أقصد فيها أن الناس اللي تشجع أهل المنطقة اللي يدعمون النادي هذا دائما في رابطة قوية، الشركات تحب ترتبط فيها، فهذا الجانب التجمع. لذلك الشركات تبحث عن الأندية والمشاريع الرياضية حتى تدعمها. الآن الأستاذ محمد جاد هو اللي ربط ما بين النقطتين، المسار الرياضي والمسار التجاري. ليش ربطه؟ كل كلام اللي قاله هو الجسر اللي ربطه، بمعنى أنه اللي يعملون في الرياضة من سنوات الغالبية العظمى هم ما نسميهم الكوز دريبن، يعني اللي لعبوا رياضة سابقين، لاعبين بطولات، ناس مدربين سابقين، فاستمروا في المجال هذا. تغيرت البزنس وفرض عليهم أن يجيبوا ميزانيات، يظل بعدهم التجاري ضعيف جدا، وكل اهتماماتهم في كيف يفوزون ببطولات، كيف يجيبون مثلا لاعبين جدد إلى آخره. المجال المطلوب منهم التحول التجاري، التحول الإلكتروني، هذا جديد، وهذا مفروض عليهم بحكم الوضع اللي تغير، وجاهم هجوم، يعني تجيهم شركات. أستاذ محمد تكلم يقول أنا أروح أربط ما بين اثنين، حضرت بطولة، ذكر قال حضر بطولة ما لقى في إعلانات، كل القائمين في البطولة ما يشوفون النقاط هذه، ما يشوفونهم بحاجة، ما يشوفون نقول أماكن الفلوس اللي يصنعونها، يحتاج أحد بنظرة تجارية يجي يقنعهم أو يبيعها. العالم العربي عنده هذا الجانب الفاقد، لأن اللي ماسكين مختلف إدارات، اللي ماسكينه بعيدين عن التجارة. الآن إحنا طبعاً نتكلم شو اللي دفعنا للتحول الجديد هذا؟ لا نتكلم عن مانشستر ولا نتكلم عن ليفربول، أبدأ أتكلم بالأندية بالمحيط العربي. اللي دفعنا أمرين، أول شيء تطور الرعاية. الشركات الخارجية في السابق وما زالت تنظر للأسواق مستويات، في ماركت أولي، ماركت ثانوي، ماركت ثالث. نقصد أسواق، شو معنى أولي ثانوي؟ بمعنى أنا ينزل الشيء في كذا عاصمة، منتج كذا عاصمة، بعدها بشهور يمكن سنة ينزل في عواصم أخرى، بعد عواصم ثانية. فبدت العواصم العربية عاصمة ورا ثانية تدخل في الأسواق الأولية، الأسواق العالم العربي بدت صارت مهمة، فالشركات فتحت لها مراكز إقليمية أغلبها في دبي، فبدت تهتم بالتسويق وليس فقط أن تعطيه الوكالة. الوكيل ما قلبه مو على البراند، الوكيل قلبه أنه يطلع فلوس، فحتى يصرف أحيانا قليل. ولا تلاحظون بعض الإعلانات حتى ما سووها، يجيهم الصور جاهزة من الوكيل الأجنبي يحط عليها بالعربي بس، وأحيانا ترجمونها غلط من جوجل بعد ما يتعبون فيها. فالوكيل أحيانا ما يخدم البراند، فالشركات حضرت بنفسها فتطور مفهوم الرعاية.
لان عندهم زي ما قال الاستاذ محمد جاد البوزيشنينج، يبون المنتج يكون له مكانه معينه. ممكن يكون الرياضه ما هي مهمه، ما هي كره قدم، ما هي كره سله، ممكن جولف ولا لعبه طائره مائيه، لكن الشركه بنشاتها مقرها اوروبا، مقرها امريكا، ايا كان، لها ارتباط باللعبه هذه، فتبحث عن اللعبه هذه في كل دول العالم عشان تدعمها. فهذا التطور في الرعايه دفع الى ان لازم يكون في احد تجاري. دور الاستاذ محمد انه الميدل مان بين الادارات الرياضيه وبين البزنسز، وهو اللي يخلق الفرص، وهذا جزء مهم، لان الادارات الرياضيه والاتحادات الحاليه يعني متاخره في الجانب هذا بشكل كبير. النقطه الثانيه اللي دفع في التغيير اللي هو الربط العالمي للاتحادات الدوليه، بمعنى ان الاتحادات الدوليه اول كانت تبع الدوله نفسها، الاتحاد الكويتي لاي جهه تابع للدوله الكويت، الاتحاد الرياضه في قطر تابع للاتحاد قطر. الان لا، صار ربط الفيفا، اتحاد السله في ربط، الاولمبيه لجنه اولمبيه عالميه، فالرعايه لما تاخذ من الفيفا تستمر للبطولات اللي تصير في اي دوله كانت. فدخلت شوي شوي المفاهيم تتغير. ايش يعني هذا مثلا لاصحاب البزنسز؟ مثلا ايش يعني هذا للشركات؟ يعني انه لازم شركاتنا، انا عجبتني اعتقد من فتره في احد الشركات السعوديه مرسول اخذت رعايه بطوله من بطولات اتوقع كره القدم، فهذا نقله للشركات المحليه انها تبدا تنافس الشركات الاجنبيه في البطولات العالميه. فالمفهوم اخذت رعايه ملعب، اعتقد اخذت رعايه ملعب. نعم، فهذه نقله، هذه نقله مهمه لازم نذكرها، هي نقله. في نقطة يعني بالإضافة للمتغيرات اللي نتكلم فيها كجوهرية، أيضا الاستثمار الخليجي تحديدا، والنقطة الثانية الاحتراف العربي. الأخوان مثلا اللعيبة في العرب، محرز ومحمد صلاح خذوا نجومية عالمية، هذا أعطى فتح مجال ثاني نتكلم عنه شوي. وأيضا الاستثمار، سواء الاستثمار بالتملك أو الاستثمار بالرعاية، عندنا قطر إيرويز في رعايتها الأول شركة ترعى برشلونة، الاستاد الإمارات في بريطانيا، أيضا تملك نادي باريس سان جيرمان من دولة قطر، وعندنا أيضا تملك أعتقد اللي هو مانشستر سيتي. فهذه الملكيات وهذا نقول التفاعل مع الأسواق العالمية، وايضا زي ما ذكرت احتراف بعض اللعيبه العرب، بدا يفتح المجال تجاريا، بدا رجال اعمال بدا ينظرون للبزنس هذا. ففي تطور. خلينا نتكلم واقعيه ايضا، ابي اسحب للعالم العربي. ايش اللي عندنا التحديات امام التسويق؟ التحديات امام التسويق انه في الغالب التجاره المحليه بعيده عن الدعم الرياضي. التجاره المحليه يعني التجار او البزنس، البراندات المحليه ما زالت عندها التسويق فقط ما يسمى تسويق البيعي، ترويج البيعي، فقط تبي للمبيعات، رفع المبيعات، مو لبناء البراند. أنا متفكر في رعاية إيفنت معين أو رعاية مسابقة رياضية، في الغالب هي لبناء علامة تجارية، للتواصل مع الجمهور، مو بني بس والله تعالوا اشتروا تعالوا اشتروا تعالوا اشتروا، لا، أنا معاكم في لعبة، أنا معاكم في دوري ناشئين، أنا معاكم في اللعبة هذه، أنا أدعمكم في البطولة هذه. ارتباط البراند لعبة، وترى الدعم الأمور هذه ترى ما تأخذ شيء مبالغ، لكنها تأخذ مع المدى الطويل، هي اللي تبني العلامة التجارية كبناء علامة تجارية، مو بتحفيز المبيعات. وهذا دائما يركزون عليه الشركات المحلية في العالم العربي، ما يركزون إلا لازم نسوي عروض في رمضان، يبون بس زيادة مبيعات، ما يفكرون في البراند، إلى أن يأتي منافس أقوى منهم يطيرهم السوق بسهولة. دائما يكونوا ما لهم جذور في السوق لأنه ما يبنون براندات. فمفهوم ضعف مفهوم التسويق الرياضي مرتبط بضعف مفهوم التسويق الأساسي. خلينا نكون واضحين ونحط النقاط على الحروف. أيضا القطاع الرياضي إلى الآن ما له هوية، هل هو قطاع حكومي؟ هل هو قطاع خاص؟ موضوع الخصخصة هذا ينكتب فترة ويمحي فترة. رجال الأعمال اللي يدعمون نادي أعضاء الشرف، هذا رجال أعمال يدعمون على أي أساس؟ لازم لهم حصة، فدائما حصتهم اللي هو يسمونه السوشيال كابيتال، اللي هو القيمة الاجتماعية اللي يحصلون عليها من الدعم. رجل الأعمال مهما كان عنده رأس مال، إذا ما رأس نادي ولا شارك في نادي ما حد يعرفه في الغالب. فالمردود عنده اللي هو المردود الاجتماعي، فهو ليس سياسي، لكن مجرد ما يدخل في مجال الرياضة
يكون أشهر بالنار على العلم، وهذا أحيانا يكون هو المردود اللي يبحثون فيه الأشخاص اللي داخلين في مجال الرياضة، بالإضافة لحبهم للأندية يدعمونها. لكن هذا ما يشكل بزنس، لأن الشخص هذا يعني قد يكون البزنس حقه يتعارض مع الشركة مع براند، فبالتالي مصلحة النادي تتعارض مع مصالح مختلفة قد تكون، وهذا شيء ضد النادي وضد التسويق الرياضي وضد النهضة البزنس بشكل عام. فيما يتعلق في الأنظمة المحلية، الاتحاد إذا كان تابع على ارتباطه محلي وارتباط بعض الأفنتات اللي تصير، بعض المسابقات القضية بالمناسبة اللي تصير، الإعلانات فيها جاية مع البطولة نفسها، ما عندك تعلن أساسا، ففي في نسميها اللي فاين برينت، يعني الشروط اللي تنكتب في بعض الاستضافات يكون في حرص على الاستضافة، ما في حرص على شلون نطلع منها فلوس في البداية، خصوصا أول مراحل الاستضافات. بعدين تبدأ تطور عملية الاستضافة، إن نفهم شلون نفاوض على المساحة الإعلانية، شلون نأخذ حقوق، شلون نعطي فرصة للقطاع المحلي إنه يستفيد، القطاع الخاص إلى آخره إلى آخره. القطاع الرياضي لأي دولة يشكل منظومة مختلفة كاملة للدولة، بمعنى أن بعض مثلا نشوف في اهتمام في سباق الخيل مثلا في تحتضن دولة الإمارات فترة أخرى، لأن الخيل الجولف له ارتباط بالمشاهير، له ارتباط بالصورة اللكجري أو الفخامة حق اللي تحاول تبعثها دبي تحديدا، ففي مجموعة من الرياضات يتم احتضانها فورمولا 1 إلى آخره. هذه منظومة هي منظومة تكمل صورة عامة. بالنسبة عندنا بدولة قطر الاهتمام أن نكون هب والرياضة جزء رئيسي من البيلرز، من الأساسيات العمل الخطة الوطنية، فبالتالي الرياضة الآن كبنية أساسية، بنية أساسية تعتبر الفريدة حتى على مستوى قارة، مو بس آسيا، أكثر من قارة في العالم، وليس الحديث عن كأس العالم، في الحديث خطة 30-40 سنة في الآن كله تقديم على، ففي نظرة متكاملة المفهوم اللي يضاف لها اللي هو الجانب اللي هو السياحي، فاللي يعطيني قيمة، وهذه نقطة جوهرية دائما أحد يسأل وش الفائدة من الاستضافات، وش الفائدة من أن نستضيف، الغالب نشوف في صرف، الصرف على الإيفنتات والاستضافة زي ما البناء أي منشأة بنية أساسية، أنا نبني بنية أساسية، بنية تحتية، الناس تجي وتصنع بزنس. دائما في ارتفاع في منسوب السياحة بعد كل بطولة عالمية، أي بطولة عالمية معناها بروز لاسم الدولة ضمن نطاقات كبيرة حول العالم، مما يجعلها تعتبر على قولتهم يعني تدخل حيزة الحيز المجموعة المحتملة، الكاستمر دائما يفكر وين يروح، فالدولة اللي تستضيف بطولات زي كأس العالم تقفز إلى مجموعة الدول اللي ممكن يستضيفون عدد ناس كبير، وغالبا خلال سنتين أو ثلاث سنوات دائما بعد أي بطولة، وهذه صارت في جنوب أفريقيا، صارت في كل الدول اللي استضافت كأس العالم، يصير فيه ارتفاع في السياحة، فممكن تكون رافض كبير للسياحة، فهي لابد الرياضة كإندستري كصناعة، لكن مهم ننظر مرة ثانية لجزئية كيف نرتب الوضع الداخلي للنادي أو للمنشأة الرياضية اللي هي النواة. دكتور عثمان لا تختم في دقيقتين. طيب أنا أودي أختم أن يعني فيما يتعلق في الاستضافات، عندنا إن شاء الله استضافة لكأس العالم خلال العام القادم، وفي عندنا أيضا مؤتمر علمي، وعندنا أساتذة دكاترة مؤتمر إدارة رياضية في نفس السنة في سنة كأس العالم في مارس. نهتم من خلال هذا أن نرفع بمستوى البحث العلمي والدراسات والاهتمام، ليس فقط استضافة وليس فقط من النقاط اللي نبحث فيها اللي هو عملية sustainability اللي هو الاستدامة، كيف نترك legacy الأثر الإرث في البلد اللي تستضيف. عندنا دراسة الآن ندرس على استضافة بطولات التنس في قطر خلال 20 سنة اللي طافت، وأيضا عدد البطولات كيف أثرت على اللعبة، كيف أثرت على الاتحادات، وأيضا كيف أثرت على المنظومة التعليمية، وذكرها دكاترة ذكروا المنظومة التعليمية، شو اللي تأثر من استضافة الدول، الأفراد الفرد اللي شارك وتطوع شو الأثر اللي أضاف له هذا العمل، ففي مجموعة من الأثار في تطور في الموارد البشرية، في تطور في الفكر الإداري، ليس فقط الاستثمار اللي نشوفه اللي هو مباني، لا في استثمار في الإنسان اللي هو الأهم، ينتج نتيجة الاستضافة والتعامل مع البشر المتعدين وكل المشاكل اللي تواجه والتحديات، كل هذه إرث يتراكم مع تراكم
ويعطي الدول مخزون عالي يمكن استثماره سياحيا، استثماره سياسيا، استثماره في اي مجال اخر حول العالم. شكرا لكم، وان شاء الله يكون اضفت شيء مختلف مما ذكروا الساده اللي ما شاء الله غطوا اغلب الجوانب. جزاكم الله خير. شكرا لك دكتور عثمان، شكرا لك. بالعكس يعني انت لا مانع اكملت الحلقه الاخيره من ندوتنا اليوم باضافتك لاهميه التسويق للمؤسسات الرياضيه، وعرجت على اهميه الاستثمار في المنشآت الرياضيه، سواء كانت هذه المنشآت الرياضيه تابعه لدول اخرى او داخل الدول. وايضا اضفت اضافه جميله جدا فيما يخص استضافه البطولات، وهي شكل من اشكال السياحه والتسويق. انا اعتقد هذا الموضوع كان مكمل لندوتنا اليوم. بارك الله فيك ومشكور، ونفتح باب النقاش. وعندنا سؤال الى الدكتور عامر. دكتور عامر موجود معانا دكتور؟ نعم نعم. عندنا سؤال يتكلم عن لماذا لا يتم توثيق منصه الكترونيه بتكون مؤمنه بشكل جيد، وبنفس الوقت يكون في تنسيق بين المؤسسات الرياضيه سواء كانت العربيه المحليه او على مستوى الاتحادات الرياضيه، بحيث انها تكون مثلا توضع لها بصمه للتسويق الرياضي للانديه، للاتحادات، للمنتخبات، حتى ايضا للاعبين. اشكرك دكتور بدر، واشكر جميع الزملاء. حقيقه اثروا الموضوع يعني بشكل رائع جدا، وكل شخص وضع بصمته، هذا شيء رائع جدا. فيما يخص السؤال يعني هذا بيعتمد على فهمنا لمفهوم التسويق. للأسف الشديد يعني ما زال مفهوم التسويق في المؤسسات الرياضية دون المستوى المطلوب، خصوصا في المنطقة العربية. ولذلك اليوم احنا مطلوب للأمانة انه من كل الاتحادات الرياضية واللجان الأولمبية في الوطن العربي انها تأخذ هذا الجانب بعين الاعتبار. اليوم لم يعد الرياضة هي عبارة عن يعني مشاركات فردية هنا أو هناك، الموضوع أكبر من ذلك بكثير. مثل ما شفنا الأرقام الهائلة اللي تحدثنا فيها، أرقام هائلة في صناعة الرياضة. بالتالي إذا أدخلنا في عقولنا مفهوم التسويق الرياضي، أعتقد أنه راح الأمر يختلف كليا. بالتالي مش قضية منصة أو مش منصة، أولا بداية يجب أن نفكر بطريقة المفهوم التسويقي أن ندخل إلى الرياضة، وبالتالي أدروايز مش رايحين نصل إلى نتيجة مدام نفكر بنفس الطريقة الحالية. فالمطلوب لا يتوقف على قضية وضع منصة، لا، المطلوب أنه نختلف في تفكيرنا ونصبح ننظر إلى الرياضة كصناعة وكتجارة وكأعمال وكبزنس، وزيها زي أي مشروع تجاري، لأنه بالمحصلة النهائية في فوائد كبرى تعود على أي بلد. اليوم الدخل اللي يتأتى من الرياضة هو سيركوليشن لحالة دائرة يعني من النشاط الاقتصادي بعود بالنفع على الجميع. فلذلك لازم أخذ بعين الاعتبار أنه جزء من النمو الاقتصادي في أي بلد اللي هو الاهتمام في الرياضة. أحسنت دكتور، بارك الله فيك دكتور. الآن نفتح باب النقاش للأخوة الأفاضل اللي حاب يشارك في طرح سؤال. دكتور معنا الدكتورة ختام، لو تفتحين المايك. تفضلي دكتورة ختام. السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية. بداية كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم، وأشكركم على هذا البرزنتيشن الرائعة من الزملاء جميعهم دون استثناء. أنا سؤالي للأساتذة جميعاً، يعني اللي بيشوف حاله يعني بحب يجاوبني. أنا بس بدي أسأل، هل للتسويق الرياضي، أنا بحكي على المجتمع العربي، هل للتسويق الرياضي دور في إنجاح خطط وبرامج الأندية والمنتخبات اللي بيكون خلينا نقول بتوجه ناحيتها؟ وهل هناك في دولنا العربية دون استثناء يعني هل هناك أنظمة وقوانين تضبط عملية التسويق فيما يتعلق في المجال الرياضي؟ طبعا أنا بعتذر منكم ما عرفت بحالي، دكتورة ختام آي، كلية علوم الرياضة الجامعة الأردنية، زميلة الدكتور عامر الشعار. شرفنا فيك دكتورة. سؤالك مطروح للأخوة، بس ناخذ مشاركة أخرى من الأخوان ونبدأ بالإجابات إن شاء الله.
عندنا الدكتور، تفضل دكتور فادي. تفضل 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 دكتور، تفضل معاك المايك دكتور. نعم حياكم الله جميعا، رمضان كريم، عساكم من عواده ويا رب صيام مقبول للجميع باذن تعالى. عاد الله عليكم بالخير واليمن والبركه. انا دكتور فاضل الحمداني، مذيع اخبار مقدم برامج في قناه العراقيه الرياضيه، استاذ محاضر في كليه التربيه البدنيه وعلوم الرياضه الجامعه المستنصريه. الحقيقه نتحدث عن جانب مهم في جانب الرياضه، الان التسويق يلعب دور كبير في عمليه تمويل وتنوع لربما حتى مصادر التمويل لدى الانديه الرياضيه العراقيه او حتى على مستوى الانديه العالميه بصوره عامه. لكن لدينا اذا ما تحدثنا عن المنطقه العربيه بالتحديد والعراق بالذات، لا زال هذا الموضوع حديث العهد، بحاجه الى اكشنات عديده او فلاش باك عديد حتى يكون بالصوره المثلى لعمليه التسويق. نتحدث في كيفيه تنويع مصادر التمويل لدى الانديه بصوره عامه، اذا ما كان هناك معثرات تعيق عمليه التسويق. ما هو المطلوب من ادارات الانديه باعتبار هي عصب الحياه بالنسبه للجانب الرياضي، هي من ترفد جميع الرياضات، هي من خلال صناعه الرياضه ومن خلال صناعه البطل الموهوب. ما العمل اذا كانت هناك عدم وجود رؤى وعدم وجود قوانين تخدم عمليه التسويق؟ ما الحل؟ اتمنى ان اسمع الاجابه من جميع الاساتذه. شكرا لكم مره ثانيه وبارك الله فيكم. شكرا لك، شكرا لك. الاستاذ نعمان عبد الغني تفضل. معاك المايك استاذ نعمان. معاك المايك استاذ نعمان لو سمحت. طيب اذا الصوت مو واضح عند استاذ نعمان، لا خلني افتح المايك. لا افتح المايك استاذ نعمان من الجزائر وشخصيه معروفه يعني. استاذ نعمان تفضل معاك المايك. طيب ننتظر ناخذ اللي بعده. استاذ نعمان تعال ترى معك غسان، كان معاك المايك لو تطرح سؤالك مباشره. استاذ غسان السلام عليكم. سلام سلام رح. حقيقة يعطيكم العافية جميعا وكلام جميل ورائع، بس كان بودي أشوف إحصائيات في دولنا العربية خاصة في يعني الأم الرياضة الشقيقة مصر الكبيرة، وعندنا النادي الأهلي نادي القرن، فكنت حاب أشوف إحصائيات من هالإحصائيات الجميلة تكون حقيقة يعني تحاكي العالم الافتراض اللي بنعيشه ويكون في إلنا وجود، لكن للأسف ما شفت وجود. هل هو الوجود مش موجود في الأصل ولا احنا يعني بنحاول نتدارى ونتخبى منه لانه قليل لا يوازي يعني الوجود العالمي؟ بس باختصار شكرا لك. ننتقل دور بدر لو تخلي نعمان. السلام عليكم. تحية رمضانية. أود في البداية أن أشكر المشرفين على هذه الورشة، وأود أن تدخلي هو هل يمكن لدول العربية في اختلاف استراتيجياتها الرياضية وضع استراتيجية تسويق، مع العلم أن كل الدول، معظم الدول العربية تفتقد إلى استراتيجية رياضة في حد ذاتها، فلا يمكن أن نتحدث عن استراتيجية للتسويق والرعاية الرياضية. هذه وجهة نظر. سؤالي، هل يمكن للدول العربية البحث عن استراتيجية تسويق في ظل اقتصاديات منهارة واقتصاديات تشهد ضعف في المجال العام في الاقتصاديات هذه الدول؟ فكيف لها أن تجد أسلوب للتسويق في مجال القطاع في مجال الرياضة؟ وشكرا. شكرا لك. تخلي الإخوان يجاوبون. في أحد من الإخوان يقدم أسئلة ولا ننتقل للإجابة؟ طيب عندنا مجموعة من الأسئلة تتكلم عن المعوقات، تتكلم عن التسويق داخل المؤسسات العربية، وين المؤسسات العربية عن التسويق خصوصا الأندية الرياضية، وأيضا يتكلم عن هل يوجد استراتيجية
فمجموعة يعني دمجت أنا بثلاث الأسئلة، دمجتها بثلاث أسئلة، أن أتكلم عن المعوقات والاستراتيجية وين عن الأندية العربية، خصوصا الأخ من الجزائر طرح أيضا وين أيضا الإحصائية الخاصة في المؤسسات الرياضية. نبدأ معاك الدكتور، دكتور أحمد في الإجابة إذا معانا دكتور أحمد. شكرا دكتور بدر، الحقيقة يعني مجموعة أسئلة مهمة جدا، اسمحوا لي إن أنا يعني أجمل بس عددا من الأسئلة في إجابات واحدة، ما يتعلق بسؤال الدكتور ختام، ما يتعلق بدكتور نعمان عبد الغني، ما يتعلق بدكتور فاضل. الموضوع كله يعني لو ما كانش هناك مساهمات من التسويق في ان هو يوفر مصادر دعم جديده للانديه العربيه وللرياضه العربيه، فعلينا ان نبحث عن طرق اخرى، وهو ده اللي بنتصدى ليه دلوقتي من خلال منصه التميز، ان احنا بنقول للناس يا جماعه روحوا لمجالات اخرى تقدر ان انت تعمل منها تسويق يكون ارخص شويه. مفيش حد فينا معهوش موبايل، مفيش حد فينا معهوش ما يقدرش يعمل صفحه او اكاونت او حساب على السوشيال ميديا لناديه او لاتحاده او خلافه. اقدر بـ 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 يعني حاجات بسيطه جدا، ميزانيه بسيطه جدا، ان انا اعمل حمله تسويقيه زي ما شرحنا كده، حمله تسويقيه ممكن توصل لعدد كبير جدا من مستخدمي السوشيال ميديا وتكلفتها رخيصه. دكتوره ختام، ايوه في التسويق دعم الانديه العربيه ودعم بقوه الانديه العربيه. عايز اقول لك بس احصائيه بسيطه، اللي بتتكلموا عن ان ما فيش احصائيات عن العالم العربي، لا في احصائيات دكتور غسان بتقول ان النادي الاهلي للرياضه البدنيه في مصر ميزانيته العام الماضي 1,000,000,000 جنيه، لم يحصل على جنيه واحد من الدولة. 1,000,000,000 جنيه لم يحصل فيها على جنيه واحد من الدولة. وعندك أمثلة كثيرة جدا في الدوري السعودي، أندية كرة القدم عندها تسويق كبير جدا وعندها عائد ضخم. استراتيجيات التسويق دكتور نعمان أحد المتخصصين في هذا المجال، وتكلم دائما على أن يكون هناك استراتيجيات في العالم العربي ككل، في استراتيجيات للتسويق واستراتيجيات كبيرة عملها حتى اللجان الأولمبية الأهلية في العالم العربي كله، لكن هي لا زالت استراتيجيات يعني زي ما نقول كده بتحبو، يعني لسه ما ظهرتش بقوة في المجال ده. إجمالا يعني ردا على بعض التساؤلات من الإخوة، الحقيقة بنشكركم جدا. نقدر إن إحنا برضو ندعو أستاذ محمد جدا بيكلمنا عن إن هو لصيق بتجربة النادي الأهلي وبعض الأندية المصرية، عن إزاي الأهلي بيوفر الدعم ده كله لناديه وما بياخدش دعم أي دعم حكومي. متشكر جدا على الرد يا دكتور أحمد. أنت حضرتك قلت إن النادي الأهلي ميزانيته من السبونسرشيب 1,000,000,000 جنيه، هي 1,250,000,000، يعني 1,000,000,000 وربع كمان، وده جه عن طريق شقين، السبونسرشيب ده شق والبث الفضائي ده شق تاني. احنا اتكلمنا والدكتوره والساده الافاضل اللي عملوا الكومنتات، لا مصر والوطن العربي فيها احصائيات كبيره سواء كانت على المستوى التكنولوجي او على مستوى الاناليسز، موجوده في مصر، موجوده في تونس، موجوده في قطر بي ان سبورت بسكسس ستوري معموله خلال العشر سنين اللي فاتوا، هي اهم واعظم واقوى منصه رياضيه عربيه بتسوق بطريقه غير مباشره لجميع الالعاب مش لكره القدم بس. احنا قلنا انت عمرك ما هتيجي لو احنا حولنا الرياضه لمنتج، عمرك ما هتيجي تشتري منتج غير لو شفته، غير لو دقته، غير لو بان لك قدامك. فالديستريبيوشن هي اهم العوامل اللي بتساعد على التسويق. وحضرتك اتكلمت في نقطه مهمه جدا برضه، احنا مش عارفين نجيب سبونسرشيب، طب خلاص في بقى الكرييتيف اندايركت ماركتنج من خلال ربط التسويق الرياضي بتسويق تاني زي اللي احنا عاملينه مع واحد زي محمد حمائي. محمد حمائي ده مطرب تمام، بس رحنا لمحمد حمائي المسج كانت واضحه وصريحه، يا حمائي اعظم واحد مصري على مستوى العربي مثلا هو عمرو دياب خلال الفتره اللي فاتت، حمائي عايز يحط البصمه بتاعته. طب تعالى نرجع للهيستوري القديمه، مين اعظم مطرب او مطربه عملت بصمه مسؤوليه مجتمعيه في الوطن العربي؟ ام كلثوم لما طلعت تعمل حفلات لدعم المجهود الحربي للجيش المصري اثناء حرب الاستنزاف وحرب 73، فمش بس انها فنانه، لا قدرت ان هي تساعد بلدها. فكانت من هنا ان احنا نقنع واحد زي محمد حمائي مطرب ده ان الفلوس جايه لك، حلو قوي، ادينا جزء من الفلوس دي كمسؤوليه مجتمعيه تجاه ان احنا نبني بطل او اثنين او ثلاثه او خمسه من بتوع
الالعاب الفرديه مش قادرين نجيب لهم فلوس، سواء كانت على المينتاليتي بتاعت الشركات مش قادره تستوعب انها تحط، او زي ما الدكتور قال ان المذر كامباني بتاعت الشركات المالتي ناشونال متجهه بخطوات معينه ببوزيشننج معين بوضع معين للبراندنج. طب خلاص حلو قوي، مش هنحط على مارشال ارتس عشان هي ضد العنف، عشان احنا كشركه زي بيبسي كوكاكولا ما ينفعش احط للتايكوندو والكاراتيه والكلام ده كله. فانا عندي طريقه تانية من خلال ان انا استخدم ليجل او استخدم حته تانية بيجي عليها فلوس وادخل اعمل معايا بارتر ديل، انت خد 50% واديني 50% بعد خصم، ودي اهم حاجه بتتقال بعد خصم المصاريف والضرائب بتاعته. يعني لو الحفله مثلا جايبه فور اكزامبل مليون دولار، طيب هو اجره 100,000 دولار، خد اجرك. ضرائب الدوله او استحقاقات الدوله 100,000 دولار تانية، خد اجرك. مصاريف انشاءات وحجز وقاعه ومش عارف ايه 100,000 دولار، خد اجرك. يفضل 700,000 دولار، قسموا ال 700,000 دولار دول ريفينيو للشركه اللي نظمت، والباقي 350,000 دولار يتحط في صندوق لدعم ابطال معينين. وقسمها بقى وقول انا عندي بطل اولمبي، عندي بطل اولمبي كبار وصغيرين، عندي بطل عالمي، عندي بطولات عالم كبار وشباب وكادت، عندي بطل افريقي، عندي ناشئين زي بنوته الصغيره اللي موجوده برضو في مصر، هنا جوده اللي عندها 13 سنه مركزه تنس طاوله. البنت دي محتاجه نوع من انواع الثبات الانفعالي، نوع من انواع السايكولوجي، اللايف كوتشنج، التكنولوجي، علشان وهي 13 سنه وصلت للمرحله دي. يعني فهمني يا دكتور بس. واضح. فأعتقد ان ده رد، يعني اتمنى ان يكون شمولي للاسئله. واضح دكتور، احسنت احسنت. دكتور عثمان، يا ليت بس يا دكتور تتكلم عن الاستراتيجيات والمعوقات دكتور عثمان بخصوص سؤال الاخوان. نعم. اذا معانا دكتور عثمان تفضل. ما الله يسلمك. في دقيقتين دكتور ورانا صلاه قيام دكتور، في دقيقتين. الله يجزاك الله يوفقك. في بعض الاسئله تتكلم عن مصدر التمويل وكيف التحرك في ظل الجمود القانوني او عدم وجود ارضيه للانديه. طبعا في حلول مؤقته مو بنهائيه. طبعا الاصل ان الاتحادات والانظمه تنظم نفسها قانونيا بحيث انها تكون لها القدره التعامل، لكن في احيانا اللي ما يسمى الذراع التجاري، المؤسسات المدعومه او تملكها الانديه بطريقه او باخرى، زي مثلا الشركات اللي يمثلها الاستاذ محمد قاد، لازم يكون في ذراع تجاري اما تملكها النادي او يتعاقد مع النادي بحيث انه ينفذ الافكار بطريقه سريعه وسلسه وبعيدا عن الضغوطات القانونيه القائمه اللي لن تنحل في المدى القريب. طبعا لما نعطي امثله ايضا داخل الوطن العربي، نتكلم عن النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي لن يكون عنده مشكله في انه يجمع الفلوس لان عنده قاعده جماهيريه، والمنتجات معلن يبي القاعده الجماهيريه عشان ينتج، عشان عفوا يعمل. فالصعوبه او لما نقدر نخلق فرص الأندية المتوسطة والصغيرة، هذه هنا نكون النجاح يعني قيسة. أما الأندية الكبيرة ففي الغالب هي زي المدفوعة دفعا، الفلوس تجيها هم يقولون بس على قولتنا نقول بس يا حسينة، فبالفلوس بتجيها بتجيها يعني لو أنا رتب وضعك بس ولا بيجيك الفلوس، الناس تشوف فرصة هذه. لكن هو النجاح يكمن أن يكون في توزيع للمال ونظرة. الكل له سوق، كل لعبة للدكتورة اللي ذكرت عن مصدر التمويل، نفكر في النادي واللعبة واللاعبين كفرص للوصول لهم. من يبي يوصل لهم؟ من يبي يبرزهم؟ إذا أخذ الشخص اللعبة أو أخذ الفانيلا والشيرت وفيها لوجو معين وراح فيها، ترى إحنا يعني نأخذ الموضوع ببساطة، لكن ارتباط الشخص لو تشوفون أحيانًا في يقول لك متحف للأطفال وكل شركات براندتها، هذا يأخذ قاري ويشتري كلوركس ويشتري مدري. شركات تحرص على الربط اللوج أو البراند بالعمر الصغير. أي شخص لاعب ناشئين وبراعم يأخذ جائزة ساعة، البراند هذا لن يخرج من ذاكرته يا جماعة الخير، خلاص حيرتبط فيه، كلها قيمة عالية. ففي قيمة أنك تمسك البراند أو تعطي الفئات هذه من الصغر. الكلام نحتاج ميدل مان، شركة تضبط العملية زي ما الشركة اللي يقوم فيها الأستاذ محمد. ترى أستاذ محمد أنا سويت لك دعاية اليوم، كل الجزء أتكلم لك، إذا جاك بزنس بعد الإيفنت هذه حول لي الله يفيك. ها أنا راعي بزنس، راعي إحنا راعي دكتوراه، بس لازم نطلع منك شيء أستاذ محمد قاعد. ها
معايا يا دكتور عمر. اتمنى انا تحت امرك يا دكتور والله إيه. وانا انا يعني انا مشكور ليك والله ومستمتع جدا وانا تحت امركم وانا سميت الشركه جي جلوبال علشان كلمه جلوبال دي تبقى موجود ليها شريك اخ في كل دوله عربيه. الله يعطيك العافيه دكتور. دكتور عثمان يعني الشيء بالشيء يذكر، يعني لما كنت تقول على البراندات شيء بالشيء يذكر، يعني الان الانديه الرياضيه في اوروبا لما تاخذ تور في الملعب سواء يوم المباراه او قبل المباراه، الجميل انك تشوف في كل مكان الاعلانات محطوطه على جدران المؤسسه النادي في كل مكان على المركز التدريب، فهذا كله يعطي رسائل للزائر لمعرفه هذه الشركات. يعني احد الشركات يعني انا ما بيسوي لها دعايه بس ما كنت أعرفها، من كثر ما قريت اسمها دخلت النت من خلال الموبايل وقريت عنها، اكتشفت إن هذه الشركة متخصصة بتلبيس اللاعبين اللبس أثناء المؤتمرات الصحفية للمدرب للاعبين للإداريين، فهذا أيضا شكل من أشكال التسويق لهذه المؤسسات. يعني الآن أنا صرت أعرف هذه الشركة لكن في حزتها ما كنت أنا بالأمانة أعرفها بشكل دقيق، لكن ايضا هذا نموذج من خلال التسويق الجيد. نعم. وصلنا للختام يا جماعه. نعم. انا بس ودي عندي اعلان يعني بسيط. كانت جلسه نقاشيه في الختام جميله جدا اثرت بدر. للجميع دكتور بدر. الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ بس الدكتور عثمان عنده اضافه بس صوتي كان واضح؟ بس. اي واضح. نعم. صوتي كان واضح. اوكي تفضل تفضل قبل ما نختم تفضل. عندنا بس انا حطيت في الشات رابط المؤتمر اللي هو مؤتمر الإدارة الدولية، المؤتمر الدولي العام الرابع للجمعية الدولية للإدارة الرياضية، وفي الرابط عندنا لأول مرة مسار عربي ومسار إنجليزي، وعندنا أيضا دعوة لطلاب الدكتوراه بيكون في كونسورتيوم طلاب الدكتوراه الآن نعد له، والأصل المؤتمر للباحثين لكن عندنا أيضا مسار لطلاب الدكتوراه الآن نعد له إن شاء الله إذا اكتمل بنحط على الموقع، الموقع حطيته في الشات، وهذه فرصة للعالم العربي إنه يكون في دمج ونلتقي إن شاء الله في الجميع تحت سقف واحد، ونشوفكم في الدوحة إن شاء الله السنة القادمة إن شاء الله. هذه أيضا دعوة من التميز، دعوة من التميز للجميع للمهتمين في المجال الرياضي في المؤتمر اللي راح يقام في الدوحة عدل. نعم. في مارس في الدوحة إن شاء الله 2022. ندعو كل المهتمين بالرياضة وأيضا طلبة الدراسات العليا للاطلاع على الرابط الموجود في الشات. شكرا لك دكتور عثمان، دكتور احمد فاروق شكرا لك، استاذ محمد ايضا شكرا لك، استاذ عمار دكتور عمار اسف من المملكه الاردنيه الهاشميه ايضا شكرا لك، حضورنا الكريم شكرا لكم على حضورنا هذه الندوه، الحمد لله استطعنا من خلال هذه الندوة بإيصال رسائل مؤسسات الرياضية وحطينا إيدنا على متامن القوة لتسويق الفائدة من التسويق والاستراتيجيات اللي ممكن تفيد مؤسسات الرياضية سواء العربية. نامن الله سبحانه وتعالى في المأمول في المستقبل إن شاء الله أن تكون المؤسسات الرياضية. شكرا للجميع نيابة عن دكتور بدر. مع السلامة دكتور، ومشكورين ومشكورين على هذه الإضافة. السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور نواف. يعطيكم